في يناير سنة 2000 تحديدا طلع لي الكتاب الوحيد اللي عملته في حياتي، وكان اسم الكتاب ده أولى أول، وصدر عن المجلس الأعلى للثقافة أيام ما كان رئيس المجلس ده الدكتور جابر عصفور، والكتاب بالعامية المصرية. الكتاب ده فيه قصة صغيرة قوي كده حصلت لي فيه، أنه وأنا في رابعة ابتدائي وقف الأستاذ علي، كان مدرس عربي تقريبا وعنده نظارة واحدة وبدلة واحدة ما بيلبس غيرها، أيام ما كان المدرسين بيروحوا للفصول بالبدل والجرافطات. وقف الأستاذ علي في الحصة الرابعة، الحصة الخامسة في رابعة ابتدائي، يحكي لنا ويشرح لنا أهمية مشروع اسمه منخفض القطارة. اسم المشروع كده منخفض القطارة، والأستاذ علي يشرح والحصة طولت، وأنا عمال أفكر في بيتنا وهاكل إيه لما أروح، وفوق من السرحان ألاقي الأستاذ علي لسه بيتكلم عن منخفض القطارة، وعلى السبورة كاتب منخفض القطارة هيدخل لمصر ملايين الجنيهات، وأنا سرحان أسرح وأرجع ألاقي الأستاذ علي بيشرح منخفض القطارة. كان متهيألي الحصة ما بتخلص خالص، خلصت الحصة وخلص اليوم الدراسي، وروحت البيت ما لقيتش أمي تعرف أي حاجة عن منخفض القطارة. أبويا شخصيا لما رجع الساعة 6 من شغله طلع ما يعرفش أي حاجة عن منخفض القطارة، بيتنا ملوش أي علاقة بمنخفض القطارة. وخلصت ابتدائي نفسها ودخلت إعدادي محدش جاب سيرة منخفض القطارة، ودخلت ثانوي محدش جاب سيرة منخفض القطارة خالص، ودخلت جامعة بالعافية كلية فنون جميلة ما يعرفوش أي حاجة عن منخفض القطارة، وخلصت جامعة ودخلت الجيش وخطبت واتجوزت واستلفت وسلفت وكسبت وخسرت وخلفت، محدش بيجيب سيرة منخفض القطارة خالص. استغربت قوي، طب هو ليه الأستاذ علي كان قاعد يدوشنا بمشروع أصلا محدش يعرف حاجة عنه غير الأستاذ علي أبو نظارة واحدة وبدلة واحدة؟ ده اللي كان في كتابي أولى أول، يمكن صورة الكتاب لو جابها الأستاذ معانا يبقى كتر خيره. كتاب كان صدر سنة 2000، كتابي كان اسمه هو ده أولى أول، هو كتابي الوحيد الحقيقة. قصة منخفض القطارة طلعت قديمة قوي، ورغم الكلام اللي أنا كتبته في الكتاب ده سنة 2000، إنما يشاء ربنا إن أنا أعيش لحد ما أسمع عنها تاني. قصة قديمة قوي، وطلعت إنها قديمة من سنة 1916، لما الحقيقة يعني في حد كده قالك إحنا ممكن نستفيد من الحتة المنخفضة دي على مساحة كبيرة في الصحراء الغربية وقريبة من العالمين اسمها منخفض القطارة، ممكن نوصل ليها مية النهر النيل ونولد منه كهرباء وتعمل بحيرة عذبة وتغير شكل المنطقة هناك. الكلام ده كان سنة 1916، يعني قبل الأستاذ علي بسنوات كتيرة قوي، بمئة سنة مثلاً، ما يخش يشرح لنا ايه منخفض القطارة. الحكومة وقتها قالت كويس جدا المشروع ده وعملت دراسات، لكن طلع الناس دمهم تقيل اسمهم الخبراء قالك ما ينفعش، وتعدي السنين وتيجي الخمسينات، في ناس تانية اللي هم المخابرات الامريكية طرحوا على عبد الناصر نفس الموضوع، كان هدفهم انهم يشغلوا عبد الناصر عن اسرائيل ونعمل مشروع كده يبعد عبد الناصر عن السوفييت. وبرضه راح المشروع للناس اللي دمها تقيل الخبراء، لكن برضه الخبراء رفضوه لاسباب كتيره جدا. فناصر اللي هو جمال عبد الناصر وقف المشروع وفضل انه يعمل مشروع عملاق تاني اسمه السد العالي. انا ما بقولش كلام من عندي، ادي في فيديو وثائقي اهو عن المخابرات الامريكيه تتبنى مشروع في زمن عبد الناصر، نشوفه كده مع بعض. أيها الأحرار العرب، مات الأستاذ علي
ومات مشروع منخفض القطارة، وعبد الناصر الخبراء قالوا له بلاش منه. جينا العصر اسمه عصر السادات، راجل بزبيبة وقرع وعنده زبيبة في راسه كده، وبيتكلم دايما يقول بسم الله. فعهد الراجل ده السادات، الجماعة الألمان أعادوا طرح فكرة منخفض القطارة على السادات. لكن المرة دي ما قالولوش مية النيل، قالولوا لا انت ممكن توصل مية البحر المتوسط. وحطوا خطة، لأن المنطقة بتاع الصحراء الغربية فيها ألغام من الحرب العالمية الثانية، فقالوا له احنا ممكن نضرب المنطقة دي، نفجر الألغام ونخلص المنطقة من الألغام ونعمل مشروع منخفض القطارة. لكن برضو الخبراء المصريين درسوا الموضوع مرة تانية ولقوا ان المشروع كارثي وهيدمر مخزون المياه الجوفية اللي تحت الأرض، ده غير انه هيعمل زلازل وكوارث تانية كتير، أهمها إنهم مش شايفين له عائد وتكاليفه مرعبة. لكن الأجانب مسكتوش، وتم عرض المشروع في عهد مبارك، اللي برضه مبارك أحال المشروع لمجموعة من الخبراء قالوا له بلاش منه. وتمر الأيام يا سيدي، ونيجي لعصر الجعر اللي طلع وأعلن إنه بيتبنى هذا المشروع. فطلعوا الخبراء بتوع وزارة البيئة وعلمائها وحذروه مرة سبعة من كارثة المشروع، فتم وقف المشروع. ادي الخبر اهو، السيسي يتبنى في 14 مشروع المستقبل، السيسي يحيي بعد 90 عاما من الإهمال، يحقق 7 مكاسب أبرزها توليد الكهرباء، زيادة الاستثمار الصناعي، استصلاح آلاف الآبار بترول. ده الكلام ده كان في 2014. إنما الحقيقة وزارة البيئة قالت له لا المشروع ده بايظ سيبك منه. نسمع كده وزارة البيئة قالت إيه. كلام محترم، كلام محترم، لكن لأنه كلام محترم فالسيسي أصلا ما بيحترموش. السيسي ما بيحترمش رأي الخبراء ولا العلماء، ولازم يركب دماغه. فتم تكليف شركة بريطانية كبيرة مسك حصريا كل دراسات الجدوى المشريع السيسي بتاعت 2030، وعملت دراسة تانية في 2023. نشوف كده الخبر المترجم ده من إيليت كابيتال، ده الموقع ده. إيجيبت الاستثمارات توقع اتفاقية لإجراء دراسة جدوى جديدة لمنخفض القطارة مع شركة إيليت كابيتال وشركاء. القاهرة 11 إبريل 23. أعلن اليوم السيد جورج مثراو الرئيس التنفيذي للشركة دي إيتال كابيتال دي، والدكتور إيهاب أنور الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرية، وقعت شركة إيجيبت الاستثمارات اتفاقية مع شركة إيليت كابيتال وشركة أشركائها المحدودة لإجراء دراسة جدوى جديدة لمنخفض القطارة، ومن المتوقع الانتهاء من دراسة الجدوى الجديدة في الأشهر المقبلة، وستقدم تحليلا مفصلا للجدوى الفنية والطلب في السوق والأثر البيئي للمشروع إلى آخره إلى آخره إلى آخره. الله، يعني في شركة تانية. طيب ما ممكن تطلع الشركة دي غير بتاع سنة 1916، وغير الخبرة بتوع سنة في الخمسينات، وغير اللي جم للسادات في السبعينات، وغير اللي جم لمبارك، وغير اللي جم للسيسي نفسه. لا، الشركة دي بقى طلع لها علاقات نافذة بالجيش المصري الهمام، وتحديدا لها علاقات بشركة المخابرات وشركات البترول. الشركة دي عاملة تعاقدات وفتحة سبوبة كبيرة في مصر، إيليت كابيتال. إيليت أهي اقتصاد، عملاق التمويل الإنجليزي إيليت كابيتال والشركاء المحدودة توقع اتفاقيات استثنائية في مصر. وعلى عينك يا تاجر، واللي ما يشتري يتفرج. ومحدش يا معلم، ده مال سايب يا أبويا، حد بيتكلم عن الناس دي مين وإيه المشاريع اللي واخدها؟ محدش جايب سيرة حد. وكانت خاتمة رحلة المشروع الفاشل بتاع منخفض القطارة إن السيسي وافق فعلا على البداية في المشروع، وتم تخصيص 1.5 مليار جنيه استرليني كبداية ربط كلام كده للسبوبة الجديدة. خد يا سيدي الخبر اهو، إكسبريس.
قناة السويس المصغرة الجديدة التي تبلغ تكلفتها 1.5 مليار جنيه استرليني في مصر والتي تجعل المطر يهطل في الصحراء. كشفت عن خطط لإنشاء قناة السويس مصغرة بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني تهدف إلى تحويل مناظرها الطبيعية إلى أرض صالحة للسكن. وفي إطار البحث عن حل هذه المعضلة يتضمن الاقتراح المصري تحويل المنطقة الصحراوية في منخفض القطارة إلى بيئة صالحة للعيش. محور هذه المبادرة الرائدة هو بناء قناة بطول 55 كيلومتر يطلق عليها الكثيرون اسم قناة السويس المصغرة التي تبلغ تكلفتها 1.5 مليار جنيه استرليني في مصر، والتي ستنقل المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى قلب الصحراء. وده بقى مشروع أثار شكوك كتير جدا. يعني الحقيقة رحلة رفض علماء مصر من 1916 علماء على أبوه، يعني للخمسينات للسبعينات للثمانينات والتسعينات في عهد مبارك راحت كلها هدر عبر 100 سنة، تم رميها في الزبالة بقرار من الجعيرة. آدي جراف لمنخفض القطارة عبر تقريبا 100 سنة، 100 عام من الرفض للعلماء. تاريخ المشروع ده فكرة البروفيسور البريطاني هانز بانك سنة 16. المشروع تم دراسته من العهد الملكي والناصري والسادات ومبارك. آخر دراسة مستفيدة كانت 1998 أوصت برفضه في عهد مبارك. المشروع تم رفضه، أنا الدنيا عندي ظلمت، من العلماء لخطورته على البيئة وتكلفته العالية جدا وعائده المتواضع. ف 14 السيسي كلف وزارة الكهرباء بإعادة دراسة المشروع مرة تانية. في 23 تم تكليف شركة عالمية بدراسة جديدة المشروع. ف 24 السيسي رصد 1.5 مليار مش 400 ألف للمشروع رغم تحذير الخبراء. أبرز من رفض المشروع العالم فاروق الباز، وزير البيئة خالد فهمي، العالم والخبير الجيولوجي بهي الدين عيسوي، خبير السدود محمد حاف. الكارثة أن تحمس الغرب للمشروع طلع كالعادة وراء نوايا خبيثة، غير توريط مصر في ديون مليارية جديدة. والحكاية فضحتها جريدة البيان الإماراتية على لسان علماء مصريين حذروا وقالوا أن أوروبا عايزة تعمل المشروع ده عشان تحمي نفسها من ذوبان الجليد وخطر غرق شواطئها حتى لو المشروع هيدمر مصر. نروح كده في رحلة صغيرة لجريدة البيان الإماراتية بتتحدث اهي عن ليه العلماء رفضوا، هل هيعرض الدلتا لخطر الزلازل والتمليح، يعني الأرض تملح. نطلع بقى كده، اقتراح أوروبي بمشروع ممثل لغرض في نفس يعقوب. حدث أخيرا أن قدم أحد المستثمرين المصريين عرضا من جهات أوروبية لتمويل مشروع مماثل لمنخفض القطارة بشق قناة واحدة على نفقة الجانب الأوروبي وشق 6 قنوات على نفقة مصر. لكن بعض العلماء الجرجيين المصريين حذروا من أن الغرب يحاول حثنا على تنفيذ المشروع حتى ولو على نفقته لمصلحة أوروبا وليس مصلحة مصر، وأن الهدف الخفي للمشروع الاستثماري الأوروبي المشابه لمشروع القطارة هو سحب مياه البحر المتوسط التي ارتفع منسوبها نتيجة الاحتباس الحراري وذوبان جليد القطب الشمالي، مما شكل خطر كبير على جنوب أوروبا. كما حذر علماءنا من خطورة هذا المشروع من حيث التهديد بحدوث زلازل مدمرة في دلتا النيل التي يقطنها غالبية سكان مصر. دي جريدة البيان الإماراتية، يعني دي مش كلام مكملين ولا مصر النهاردة. وكالعادة بما أننا في دولة الصوت الواحد والجندي الواحد والعالم الواحد والشيخ الواحد، محدش طلع فتح بقه ينتقد أو يرفض أو يحذر أو يقول يا جماعة ده لا وقته ولا في مصلحة مصر. بالعكس، ده كله طالع يطبل وينافق. كلهم دلوقتي بيلعبوا دور اللي لعبوا الأستاذ علي رحمة الله عليه في الحصة الرابعة وأنا قاعد مدروخ مش قادر أفتح عيني وهو قاعد يحكي عن مشروع منخفض القطارة وعظمة المشروع. طلع مش الأستاذ علي لوحده، دلوقتي بقى في أساتذة بيطبلوا وينافقوا ويقولوا يا محلى مشروع منخفض القطارة. اتفضل يا أستاذ علي
رحمة الله عليك، حكاية مشروع ضخم مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية، ماذا يحدث؟ اتفضل يا بيه. بقينا بقى بنعمل مشروع، حدث تاريخي، تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية، حكاية مشروع ضخم، ماذا يحدث؟ صوت المسيح الحر. اللي بعده، القاهرة 24، قناة السويس مصغرة، تقرير بريطاني، اقتراح مصري بحفر قناة في الصحراء الغربية لخلق بيئة صحراوية، وادي صور مشروع. مش بس كده، ده طلع الأستاذ محمد سلماوي الذي أكل على كل الموائد ولم يترك مائدة واحدة لم يأكل عليها مع أي نظام، طلع عشان كمان يطبل المشروع، وكتب المقال ده الأستاذ محمد سلماوي بعد حلف اليمين المرحلة الجديدة وبناء الإنسان. اقعد يا سلماوي في حتة واحدة واتفرج على فيلم عمارة يعقوبيان. المشروعات العملاقة ستستمر في المرحلة القادمة، لكني أرى أن مردودها على النهوض بمستوى معيشة المواطن سيكون هذه المرة مباشرا، أي سيؤثر مباشرة على حال المواطنين. وفي ذهني وعلى سبيل المثال مشروع منخفض القطارة الذي سيحيل تلك البقعة القاحلة الصحراء الغربية إلى أرض زراعية. طبعا اللي ما يعرفش مين محمد سلماوي ممكن يتفرج على فيلم لطيف إخراج مروان حامد اسمه عمارة يعقوبيان، لأنه هو له دور فيه. يعني محدش انتقد المشروع إلا العلماء والناشطين اللي قلبهم على مصر، سيد الدكتور محمد حافظ اللي رفض المشروع، وبرضه معاه ناس تانية. خلينا نشوف كده بوستات لبعض الناس اللي رفضت المشروع. ده الدكتور محمد حافظ، لا لمشروع منخفض القطارة. أتذكر عندما كنت طالبا بهندسة الأسكندرية كان لدينا محاضر رائع اسمه الدكتور نزي يونان، كان يدرس لنا هندسة الري، وأثناء المحاضرة انطلق يشرح لنا أيضا مشروع منخفض القطارة، والذي يمكن أن يساعد في توليد كهرباء دائمة للدولة المصرية عن طريق السماح بنزول مياه البحر في الشمال إلى عمق منخفض القطارة تحت منسوب البحر بقرابة 70 إلى 133 متر، وعلى مساحة تعادل 3 أمثال مساحة بحيرة ناصر. إلا أنه عاد عندما بدأ يتحدث عن سلبيات تنفيذ هذا المشروع جعلني أشعر بنوع من السواد، بل أدخلني في حالة اكتئاب نفسي لفترة من الوقت، وخاصة مع تزامن هذا الأمر مع أحداث احتلال إسرائيل لبنان شهر يونيو 82، وذلك بعدما حذر سيادته من أن تنفيذ هذا المشروع لسوف يقضي على جميع مصادر المياه الجوفية القريبة من منخفض القطارة، وسيزيد معدل الملوحة بها بمجرد نزول أول قطرة مياه من البحر المتوسط لهذا المنخفض الممتلأ صخوره ببلورات الملح منذ ملايين السنين، وإنه مع بداية سقوط المياه سوف تتحلل تلك البلورات الملحية ذات التركيز المرتفع جدا لتجري مع المياه الجوفية وتملح المياه الجوفية تدريجيا، ومع ارتفاع عمود المياه بالمنخفض سوف يشكل ضغط مش عارف ايه كده للتسريع من عمليات التسريب والانتقال لتلويث المياه الجوفية البعيدة مثل تلك الموجودة في الحجر النوبي العميق. طيب انا بكتب هذا الموضوع ليه الان؟ الامر ببساطة ان الاعلام الغربي قد بدأ يتحدث عن موافقة مصر بدء تنفيذ مشروع القطارة قريبا بتكاليف تعادل 1.5 مليار، ده مش دولار يا دكتور، جنيه استرليني. الأمر جد خطير ومحتاج مراجعة شاملة للجوانب السلبية لهذا المشروع، وهنا أسجل اعتراضي عليه، وأرجو من يفهم فنيا هذا الأمر أن يبدي رأيه حتى ولو كان معاكس رأيي، وبإذن الله سأكون قادر على الرد عليه فنيا. أنا ضد مشروع منخفض القطارة. ده رأي الدكتور. نشوف بقى رأي نشطاء تانيين قالوا إيه. نبدأ كده، آدي حد تاني راجي عفو الله، اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه. السيسي تقريبا مهووس بالحفر والقنوات، وتقريبا قرر يحفر قناة جديدة بطول 55 كيلومتر من البحر المتوسط إلى منخفض القطارة، نفس المشروع من أيام جمال عبد الناصر، وكل الدراسات أثبتت عدم جدوى وخطورته على خزان المياه الجوفي بالصحراء الغربية، لكنه راجل مهووس بالقروض والمشاريع الضخمة، وتم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه استرليني بشكل مبدئي للمشروع، التكلفة الإجمالية غير معروفة، والجديد في الدراسات التي أثبتت جدواها الآن لم ينشرها أحد، وتم اتخاذ القرار بالليل، وأتمنى من المتخصصين في الجيولوجيا ومهندسي التربة يبحثوه. ده راجع عفو الله. في حد تاني عندك؟ آدي محمد بيقول هذا المشروع كنا ندرس عدم جدوى في مادة جغرافي ثانوية عامة، فماذا بعد امتلاء منخفض القطارة؟ لا شيء،
سوى انك اقتطعت من مساحة بحر مصر للبحر بالاضافة لملوحة المياه الجوفية. اعتقد انها صفقة مع بعض القوى لتقلصهم من ارتفاع منسوب البحر والتضحية بارض مصر. السيسي من الاخر بيورط مصر في ديون لا حصر لها وفي مشاريع ملهاش اي 30 لازمة، واخرها مجموعة توريطاته في الولاية الجديدة زي المرحلة الثانية من العاصمة، التفريعة الجديدة لقناة السويس والاخ الاخ. ادي المشاريع اللي السيسي في ولايته الجديدة بيورط مصر فيها. التكلفة المبدئية والمشروع وكوارث المشروع، منخفض القطارة، التكلفة المبدئية 14 مليار دولار، تدمير خزان الجوفي لمصر، زيادة نسبة حدوث الزلازل، التكلفة الاقتصادية العالية والعائد اللي ملوش مزر، الازدواج الكامل لقناة السويس، التكلفة المبدئية 22 مليار دولار، الكوارث، تكلفة اقتصادية عالية بدون عائد في ظل توترات سياسية توسع حركة الملاحة، المشروع المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية، التكلفة المبدئية 58 مليار دولار، الكوارث، تكلفة اقتصادية عالية بدون عائد في ظل تنفيذ 20% فقط من المرحلة الأولى. ده في الوقت اللي الناس كلها وحتى إعلاميين السيسي اللي شاء ربك إنه يذلهم، ما هي دي قدرة ربنا بقى والله العظيم، إنه نفس الإعلاميين دول اللي كانوا بيتريقوا على الدكتور هشام قنديل لما طلع في أزمة الكهرباء قال نلبس ملابس قطنية، شاء ربنا انه يذلهم ويتقطع عنهم النور خالص يوميا ويتحط لهم جدول، فيطلع المذيعة مفيدة الشيحة عشان تقول لا كده كتير يا جماعة، لكن ما تقدرش تفتح بقها باكتر من كده، لدرجة ان الزميلة اللي جنبها قالت لها انا ساكنة في 15. نسمع كده شكاوى مذيعين السيسي من قطع الكهرباء. ده إرادة ربنا، أو بصوت الفنان الكبير العبقري يوسف وهبي في فيلم إشاعة حب لما قال عمر الشريف يعني أنت معجزة، سبحان من أبدعك، ربنا شاء إنه يذلكم. حد قادر يفتح بقه؟ ده آخركم. ولما سألوا متحدث وزارة الكهرباء يا عم مش جات لكم فلوس راس الحكمة؟ قال لك خدها الغراب وطارد، وطلع قال بالنص ما تدوشناش، الجرشين اللي خدناهم من راس الحكمة راحوا. نسمع كده. وقف وقف، ارجع ارجع يعني 20 ثانية لورا، 20 ثانية لورا. لا 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 لا، هاتها هي لما جابها ميدو عاطف على الشاشة، لما جابها قدم قدم شوية قدم شوية قدم شوية كمان، بس بس هنا عايزك تركز على حاجب لميس الحديدي لما قال طبعا المواطن استفاد. بص الحاجب بتاعها اترفع ورفعت حاجب الشر الايسر اللي هو وبعدين افتكرت البيادة تقيلة ما فتحتش بقها. نرجع كده لما قال المواطن استفاد، ارجع العب المواطن قطعا استفاد، يعني استفاد من الافراجات الجمركية العديدة. شفت الحاجب؟ شفت الحاجب؟ شفت لما قال المواطن استفاد عاملة حاجبها كده؟ بس معلش المخبر قاعد بره، ضابط المخابرات قاعد بره، أحمد شعبان بره، هيولع أفاكي. ارجع تاني لحد جملة المواطن استفاد، وقف عند الحاجب لما اترفع، العب كده العب. المواطن قطعا استفاد، يعني استفاد من الإفراجات الجمركية العديدة. ايه يا لميس؟ ايه؟ هي اخرها حاجب بس؟ هنتكلم بالعين والحاجب؟ امال فين مش قد الشيله ما تشيلش؟ مش قد الشيله يا دكتور مرسي ما تشيلش. ده بقى مش الدكتور مرسي رئيس الجمهوريه ولا هشام قنديل رئيس الوزاره، ده متحدث باسم وزاره الكهرباء. يعني شوف ربنا، كنت بتكلمي رئيس الجمهوريه تقولي له مش قد الشيله ما تشيلش، كنت بتكلمي رئيس الوزراء تقولي له مش قد الشيله ما تشيلش. ده بقى متحدث، يعني موظف قال له انا بتاع كتب، ده موظف في الكهرباء، اخرك
تعملي الرياكشن وخلص على كده. طبعا المواطن استفاد، حد ليه شوف حاجه هس بالجزمه تكلميش، فلوس اللي جات لنا مراسي حكمه خلصت صرفناها، ايه الاسعار مش نزلت اهو، كهربا هتبنبكي اخرج ده بقى يا لبيس خالص، خساره والله، خساره والله. لميس بتاعت مش قد الشيله، فين الزمن الجميل بتاع الردح؟ فين ايام الشرشحه؟ فين كنا فين وبقينا فين؟ فين ايام ما كنا نقف كده نحط ايدينا في عينين رئيس الجمهوريه ونقول له امشي؟ دلوقتي حته موظف طالع يقول لك المواطن استفاد، عندك شوف حاجه بره مش هتركبي عربيتك، هتروح على طول على التخشيبة، وهناك محدش بيرحم حد في التخشيبة، مش هتخرجي زي ما دخلتي أبدا، مفيش قدامك غير إنك أنت تطبلي، وأي حاجة بيقولها المتحدث فهي خلاص قانون، هي كده على رأي بقى يوسف بيه وهبي، سبحان من أبدعك. مفيش قدامك غير إنك أنت هترجع المطبلاتية تاني عشان على فكرة في حد لسه قايل لي ايه وجه الشبه بين الكهرباء في مصر والمخدرات؟ قلت له ايه؟ قال لي الاثنين جدول. اه والله تخيل المصريين بينكتوا، مفيش بقى غير شويه مخدرات. زي مثلا ان انقطاع الكهرباء له فوائد عديده بعد الاعلان عن خطه تخفيف الاحمال، كيف تستغل الوقت اثناء انقطاع الكهرباء؟ ونرجع بقى نفتكر ايام معسكرات الشباب والكشافه وسهرات الكشافه بالليل في معسكراتهم. والله نرجع يا حضرات كيف تستغل الوقت؟ عزيز المواطن بعد الاعلان عن ده في المصري اليوم. كيف تستغل الوقت اثناء انقطاع؟ وقدموا لك شويه حلول كده الحقيقه لطيفه جدا. منها مثلا ان احنا نجيب كتب الغاز ونجيب كتب تلوين ونعمل بقى استرخاء ونمضي الوقت، ما احنا وراناش حاجه. يمكن ان تكون هذه ممتعه للافراد الاسره، وبرضه ممكن نلعب فوازير الحظرات يعني الالغاز الفوازير، نقول بقى ايه اللي يعدي البحر وما يتبلش، حذر فذر، ايه بقى اللي ما يعدي البحر وما يتبلش؟ نقول العجل ببطن امه. طب ترفع رجل تاخد نص وترفع الاثنين تاخده كله، البنطلون، وهكذا بقى. يمكن إخراج آلتك الموسيقية والعزف والغناء، استخدام مهاراتك الفنية وقضاء بعض الوقت في الرسم أو الأعمال اليدوية، اصنع صور بازل بقى، يمكنك ممارسة اليوجا، حل كلمات متقاطعة، حل سودوكو، أيوة سيبوكم بالكهرباء وحلوا سودوكو. تخيل تخيل إن إحنا هنرجع لزمن بتاع معسكرات إعدادي عشان نقضي الساعتين ونص بتوع الكهرباء. وبعدين ده مش يوم على رأي مفيدة شيحة، ده طول الوقت، ده احنا معاك بقى الى سنة الله اعلم، الله اعلم، احنا ما نعرفش. وبعدين عزيزي المواطن انت هتاخد على كده على فكرة، انت بس في الاول بتتضايق، انما انت شوية شوية هتاخد على كده لحد ما يجي يوم ما يقطعوش الكهرباء تقول لهم ايه يا وحشين ما قطعتوش الكهرباء النهاردة ليه؟ كل ده في الوقت اللي حتى الحسنة الوحيدة بتاعت ثبات سعر الصرف واختفاء السوق السوداء خلاص بعد العيد راحت، ورجع الدولار تاني يزيد، ورجع السوق الموازي مرة تانية. اتفضل ادي الخبر اهو في العربي الجديد، الدولار يرتفع في البنوك المصرية ويعود بقوة الى السوق الموازية. عايز الاقي الاستاذ محمد الاتربي، محدش يعرف عنوان الاستاذ محمد الاتربي؟ اه والله نفسي اقابله. هو الأتربة تقريبا من البلد اللي هي قبل المنصورة على طول، طنامل، قبل طنامل يمكن، الأتربة من هناك اللي هم عيلة الأتربي يعني، ودي ناس كويسين جدا. بس الأستاذ محمد الأتربي بيشتغل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي تقريبا. لما طلع التعويم الأخير طلع قال في قناة العربية، وأنا شفته بعيني الفيديو ده، قال سيختفي السوق السوداء. ايه يا حاج محمد؟
أو رجع تاني السوق السوداء. يا حضرات، السيسي مصر على نفس سياسات منطق الفرعون اللي بيحكم هو ورجالته بنفس المنطق، حتى ولو مصر كلها خربت. زي ما بيقول الدكتور عمار علي حسن، قال بمرور الوقت صار معيار نجاح نظام الحكم هو إطالة أمد بقاء رجاله ممكنين من السلطة والثروة وتبرير أي قرارات أو إجراءات تتم في هذا الاتجاه تحت شعار الاستقرار والاستمرار، وليس العمل على توفير عناصر القوة المادية والناعمة للدولة المصرية نفسها. الخلاصة يا حضرات، قالوها العلماء كتير جدا، المستبدين والطغاة في العالم خلدوا أو تم تخليدهم، يعني عشان ما تبقاش مبني للمجهول، عن طريق بعض من البشر اللي ما عندهمش لا دين ولا ضمير. دور كده في تاريخ الطغاة في العالم، مين اللي خلدهم؟ مجموعة زي الحسالة اللي موجودة في مصر دلوقتي، اللي هو الراجل يقول يمين يقول لك الله أكبر يمين، الشمال الله أكبر شمال. حضرات، مصر فيها علماء وخبراء ووطنيين بجد، لو أتيحت لهم الفرصة فعلا هنخرج من أزمتنا الاقتصادية وهنعمل مشاريع عملاقة بجد تخلي مصر من أغنى دول العالم. لكن مشكلتنا الحقيقية هي الاستبداد، ما أريكم إلا ما أرى. مشكلتنا الحقيقية الحاكم اللي شايف مصر عزبة وسبوبة ليه ولعصابته. مشكلتنا الحقيقية مع السيسي تحديدا إن كل حاكم كان له هوى مع دولة أو مع قوة عظمى. عبد الناصر اتجه للسوفييت، السادات راح لأمريكا، مبارك كان بين بين. إنما السيسي الحقيقة ولا واحد من دول، ولا واحد من اللي ذكرتهم قدم تجاوزات للقوة اللي هو بيحبها، إلا السيسي قدم لإسرائيل ما تحتاجه بضراوة. دلوقتي السيسي بيقدم لأوروبا اللي هي عايزاه، سواء هجرة غير شرعية أو استقبال لاجئين في مصر، ودلوقتي بيخرب مصر بمشروع منخفض القطارة عشان أوروبا ترتاح وبكده أوروبا ترضى عنه. إنما مصر تتحرق تولع بجاز أزرق، هو بس يقعد على الكرسي وتبقى أوروبا موافقة عليه ومبسوطة منه عشان بيقوي الهجرة غير الشرعية ويقفل جبلية القرود، وإسرائيل ترضى عنه عشان بيقفل المعبر، وبكده هو قاعد. أما الشعب، فالشعب ده غلبان قوي، آخره هيعمل إيه يعني؟ هيشتكي وينكت ويصبر، هي مش أول مرة يعني. وبعدين إيه قطع الكهرباء؟ ما أنتوا خدتوا خلاص على كده وهتاخدوا على كده ولسه هتاخدوا أسوأ طالما ساكتين على جعير زي ده. أشوفك بعد الفاصل. أهلا بكم. في ولاية في أمريكا اسمها كونتكت تقريبا، هي فيها جامعة مهمة أوي اسمها جامعة بيل. الجامعة دي أنشئت سنة 1700 وحاجات. الجامعة دي هي ثالث أهم جامعة في أمريكا، والاستاف بتاع الجامعة المدرسين يعني الكبار قوي، البروفيسورات الكبار بيدوا لسنة أولى. هو كده بقى نظام تعليم محترم. تخيل الاستاف ده فيه حوالي يمكن 60 واحد من اللي حاصلين على درجة نوبل، على جائزة نوبل. الجامعة دي عملت تجربة عشان تسأل سؤال، إلى أي مدى الشخص العادي اللي هو زي وزيك كده لديه استعداد لأنه يتجاوز عن أخلاقه وعقيدته في شغله؟ إلى أي مدى عندنا استعداد كبشر إن إحنا نستغنى عن أخلاقنا وعن قيمنا ونأذي غيرنا؟ فعملوا تجربة بسيطة قوي وعمموها في أكتر من جامعة، إنهم جابوا واحد عادي وقالوا له انت هتبقى حكم او مدرس على طالب بيمتحن، ودخلوا وروا له الطالب ده. الطالب ده قاعد على كرسي مربوط في الكرسي عشان ما يتحركش، وموصلين ايديه بكهرباء
والكهرباء دي فيها اكتر من فولت، يعني 15 فولت، 35 فولت، 75 فولت، لحد 400 وحاجه و80 فولت. الطالب ده هيتسأل سؤال، اذا غلط يتكهرب، مين هيكهربه؟ الراجل الزبون بتاعنا ده. وروا له الطالب ودخلوه اوضه تانية كنترول، قدامه لوحه مفاتيح، والطالب في حد بيساله سؤال، اذا غلط بيشاور للراجل ده الزبون بتاعنا، يدوس على الزرار اللي هي كهرباء متوسطه، كهرباء عاليه 15 فولت الى اخره، بس يتدرج يعني. اول 15 فولت الطالب يعني كانت صعقه خفيفه لما غلط، الثانيه كانت شديده، الثالثه كانت اشد، بعد كده الطالب انزعج جدا ومربوط. هما الحقيقه اللي بيدرسوه هو الراجل ده اللي بيدوس على الزرار، لحد ما الطالب صرخ من الكهرباء. هو الحقيقه الطالب ما بيتكهربش اصلا، بيمثل انه بيتكهرب. هم عايزين يعرفوا الشخص ده الى اي مدى عنده استعداد انه يستغنى عن اخلاقه وضميره في سبيل طاعه الاوامر. فاكتشفوا انه الشخص ده، وهو ناس متعدده، ناس زي وزيك، مهندسين ودكاتره، عندهم استعداد ناس كتير قوي انها تقعد للاخر وتكهرب في واحد تاني. ولما سالوه او سالوا الناس اللي كملت، انت ليه كملت في كهربه الراجل؟ قال لهم كنت بطيع الاوامر، كنت بادي مهمه. العلماء الحقيقه بتوع جامعه بيل اكتشفوا ان الانسان من غير ما يكون سادي، انما لا كتير مننا عندهم ميل طبيعي لانهم يستغنوا عن ضميرهم واخلاقهم وعقيدتهم في سبيل او تحت شعار انه بيأدي اوامر، بيأدي وظيفه، حتى لو الوظيفه دي مقتضياتها ضد ضميري وضد اخلاقي، مش مهم، بس انا بأدي وظيفه. ولما سألوه عن العقيده اذا كان يعني فيها ذنب هتاخده، قال لك لا مش هاخد ذنب، انا مالي، اللي هياخد ذنب هو القائد اللي بيديني التعليمات. هو ده بالظبط اللي بيحصل للمواطن في حي الجميل، لو انتوا فاكينه ببورسعيد، اللي كان واخد لودر وبيهد بيوت ابناء بورسعيد، وشايف ستات بطولته متصوت، بس هو قاعد على اللودر عادي جدا. لما تساله تقول له يا ابني انت بتهد بيوت ناس، هيقول لك ببساطه انا بطيع الاوامر. هو ده بالظبط اللي بيعمله الضابط لما بيمسك حد ويعذبه ويكهربه في امن الوطني او امن الدوله، تحت شعار انه انا بطيع الاوامر، لو انا ما عملتش كده غيري هيعمل، ثم انا ماليش ذنب، وظيفتي كده. هو ده بالظبط اللي بيعمله المعذباتي في السجون بتاع السيسي، او سجون عبد الناصر، او سجون مبارك، او سجون السادات، بيعذب الناس ويأكل الطيور. وده اللي قاله صلاح عيسى في مذكراته، ان كان عندهم واحد معذباتي، يعني مهمته انه ينفق الناس، بس هو واخد اجازه يقول لزمايله والنبي ما تنساش اكل العصافير الله يخليك. كان بياكل عصافير السجن، بيحط لهم اكل وميه، وجوه بيشعلق صلاح عيسى واليساريين واليمينيين والمسلمين والمسيحيين، بيشعلقهم، يعني قتلوا شهدي عطيه جوه، بس يطلع ياكل عادي عصافير، لان دي وظيفه. هو بيطيع الاوامر، طاعه الاوامر يا حضرات. امبارح كلمتكم عن كتاب اسمه سقوط او قيام وسقوط او نشأة وسقوط الريخ الثالث، لكاتب امريكي اسمه ويليام شاير. الراجل ده بيقول ان الطاعة اللي عليها الجنود الالمان لهتلر كارثة. هما في الاخر بني ادمين وجنود، بس عنده اوامر باطلاق النار على اي حد. انت امشي خد عربيتك زي ما انا عملت في سنة من السنين، وامشي عند مقابر الحرب العالمية الثانية من بعد سيدي كرير كده لحد يمكن الساحل الشمالي. كنت بخش المقابر دي وعملت زيارة ليها، وتشوف صور جنود صغيرين في السن، اللي على رأي محمود المليجي في فيلم اسكندرية ليه، لما قال يجمعوا الشباب من العالم من سن 15 و16 ويدفنوهم في الصحراء باسم الحريات الأربعة. ايه اللي جاب الجندي ده عشان يموت في ارض مصر؟ بس هو قبل ما يموت موت ناس،
برضو الطاعة. قلت لك هنا امبارح في الكتاب ده ازاي ان المطبلاتية اللي كانوا بيقولوا لهتلر تمام يا فندم وتأمر سعادتك، هم دول اللي عملوا أفران الغاز، هم دول اللي دخلوا حرب راح فيها 50 مليون تقريبا، مش الثورات، مش حركات التمرد، مش المعارضة اللي خربت البلاد، ده الطاعة هي اللي خربت البلاد. ده مش رأيي، ده رأي العلماء دول. الكذب والتضليل هو اللي خرب البلاد. حاضر سعادتك تحت أمرك، وإنك أنت حتى لو مسلم أو مسيحي بتحيل ذنب التعذيب ده لواحد تاني غيرك. أنا مالي أنا عبد المأمور، أنا قالوا لي أنفخ نفخت، اذبح يا زكي قدرة ذبح زكي قدرة، أسلخ يا زكي قدرة ده سلخ، كلنا زكي قدرة. تقريبا فيلم حكمة المحكمة سناء جميل، وده شفناه بره مصر في وقت عبد الناصر لما كان الإعلام والفن كله في إيده وحصلت النكسة. نفس المعنى حد كتب بوست عنه من مسلسل رأفة الهجان، وإزاي إن المخابرات المصرية اللي كانت بتكلف رفعت الجمال أو رأفة الهجان بتجنيد المطبلاتية الإسرائيليين في الحكومة الإسرائيلية، ولما هو اقترح عليهم تجنيد سيرين أهراني اللي هي المعارضة لسياسات إسرائيل قالوا لا ابعد عنها. ليه؟ قالوا لا دي معارضة مش تتجند. المعارضة ما بتجندش، اللي بيتجند المطبلاتي. اقرأ البوست ده كده، بمعنى اقرأ البوست ده بيقول ايه؟ بيقول لك رأفة الهجان عبد العزيز الأحمد بك في مسلسل رأفة الهجان الشهير، الكاتب صالح مرسي مؤلف المسلسل ذكر لقطة مهمة وظريفة جدا أشار فيها للمجموعة اللي كانت حوالين رأفت في إسرائيل، اللي كان منهم ضباط جيش وتجار وسياسيين، ودول كانوا بيدافعوا عن تصرفات الحكومة ويرقصوا ويغنوا ويطبلوا لأي عمل بيقوم بالجيش إلا واحدة، سيرين أهراني اللي قامت بدورها الممثلة تهاني راشد، كانت الوحيدة اللي تنتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية، بل أحيانا كانت بتدافع عن مواقف العرب وتهاجم أفعال الجيش، لدرجة أنه رأفت نفسه كان بيزعل منها عشان يحبك دوره يعني. ولما عرض رأفت الأسماء والصفات دي على القيادة المصرية آنذاك عشان يختار منهم اللي هيجندوه لصالح مصر، كان بيظن أن أول شخص هيقع عليه الاختيار هي سيرينا، لكن العكس هو ما حدث. المخابرات المصرية رشحت أسماء الناس المزمرين والمطبلاتين والمصفقين عشان يتم تجنيدهم. رأفت استعجب قوي من عدم اختيار سيرين أهراني، وهي أشد المنتقدين للحكومة الإسرائيلية ومتعاطفة مع العرب، لكن الجواب كان بأن سيرين أهراني آخر شخص تفكر بتجنيده، لأنها أكثرهم وطنية وإخلاصا لوطنها. الخلاصة، لا يعني أنك عندما تنتقد السياسات تكون خائن وعميل، بل أن النقد بيكون بدافع الحرص على الوطن والمجتمع، بينما المطبلاتين دول أو المطبلين هم فئة من المنافقين الباحثين عن مصالحهم الشخصية. أتمنى أنك تكون فهمت الرسالة. هي دي الفكرة باختصار. أنا طبعا مع احترامي وتقديري الشديد للأستاذة هناء جودة تقريبا اللي كانت مع مفيدة شيحة، إنما لو خدت بالك هي كلمت عن قطع الكهرباء، إيه المشكلة فيها؟ قالت قطع الكهرباء، أنا ساكنة في 15، مصلحة شخصية يعني. لو الحكومة تعطفت عليها أو لو عندها وزير داخلية ساكن في الكومباوند بتاعها أو وزير تموين سابق، كان ممكن ما تطلعش على الكهرباء وكان ممكن ما تحسش بيكم. اسمع الأستاذة، تقريبا الأستاذة هناء جود قالت إيه؟ الأستاذة ساكنة في الدور 15، فلو اتحلت مشكلة عمارتها خلاص. الأستاذة مفيدة قالت لو يراقوا الناس اللي في العمارات العالية يبقى خلاص، يعني من عند الدور 8 كده ما نقطعش الكهرباء يبقى خلاص. لكن مصانع وشركات وناس بتخرب بيوتها ودفع فلوس وناس واخدة قروض للشركات دي والمصانع دي، لا مش مهم. مهم الدور 15 وما بعد الدور 15 أو يعني ما قبله شوية. هي دي الفكرة، مصالح شخصية بس. طالما قطع الكهرباء مش عندك ما فيش مشكلة خالص، طالما قادر تجيب كيلو اللحمة ما فيش مشكلة، طالما قادر تتفسح وتروح الساحل الشمالي والساحل اليميني والساحل الجنوبي ما فيش مشكلة خالص، البلد جميلة قوي. إنما
لما تتكلم على بلد بحالها مش على مصلحتك الشخصية. هي دي الفكرة باختصار، ان الناس بتعارض عشان مصالحها الشخصية. لكن المعارضة الحقيقية هي كلمة الحق، هي انتقاد الفساد، وده مش بيهدم البلد اطلاقا. اللي بيضيع البلد هو النفاق والبحث عن المصالح الشخصية الضيقة. اللي بيضيع البلد امثال الديهي واحمد موسى وعمرو اديب. اللي بيضيع البلد انها تتحول لعزبة البلطجة، ويطلع لك كارنيه طالما انت في عزبة البلطجية. الكارنيه ده بيقول يسهل لحامله، هوريك الكارنيه دلوقتي ويقول لك ده بتاع مين. لو انت بتشتغل عنده هيطلع لك كارنيه زي ده اهو. ادي يا سيدي الكارنيه المشهر برقم كذا، مع لسيادة الدولة وضحر الإرهاب والفكر المتطرف، نرجو من السلطات المختصة تسهيل مهمة حامله. وعليه ختم الجمهورية، شعار الجمهورية. عارف ده بتاع مين؟ العرجاني. يعني انت لأي حد بيشتغل في شركة العرجاني معاك كارنيه ده. تعدي في إشارة مرور بقى، تعدي في كمين، يعني تسهيل مهمة حامله. تخش في أي حتة انت خلاص. اللي بيضيع البلد امثال دول مش احنا، ولا الناس اللي بتعارض من جوه مصر معارضه محترمه، مش المعارضه حتى اللي في السجون. عشان كده اعزائي المشاهدين اصحاب الذاكره الضعيفه واصحاب القلوب الرقيقه وحتى السيسويه، اسمحوا لي اننا نتسلى شويه ونقلب في صفحات التاريخ القريب قوي، ونشوف كده مين اللي بيضيع البلد بقاله 10 سنين. نشوف مع بعض لما جاء واحد شايف نفسه الناس شافته زعيم، رأى هو نفسه لنبي، فيلسوف، طبيب، حكيم زمانه، بل إنه شاف نفسه سيدنا سليمان، ومرة تانية سيدنا يوسف، وبدأ يفرض ضرائب ليل ونهار على المواطن الغلبان اللي هو مش عارف يلاقيها منين ولا منين. وبعد كده طلع يقولك إحنا فقراء قوي بس مكملين مع بعض عشان نبقى في حتة تانية، عشان مصر تبقى قد الدنيا، فيعدل الدستور ويترشح لفترة ثالثة، وطبعا يفوز في الانتخابات اللي منزلش فيها حد، ويفوز بنسبة كبيرة لأنه ملهم، لأنه جاب الديب من ديله. انتصر في 67، وانتصر في 73، وانتصر في 48، وحارب الهكسوس لوحده. طبعا لازم ده يتعمل له حفل تنصيب ما حصلش لحد قبله، ويتصرف عليه ملايين وربما مليارات الجنيهات. خلينا نرجع ونشوف كده هو كان بيقول ايه، عشان نعرف مع بعض ازاي اتنقلنا خلال 10 سنوات اللي فاتوا دول من لغة وخطاب الفيلسوف اللي كانت كلها وعود بالأحسن والبلد اللي مش هيكون فيه حد زيها، لغاية ما وصلنا لأسلوب مختلف في الكلام تماما تماما. اتنقلنا من وعود طرية بتاعت أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، لغاية ما وصلنا ان احنا ما بقيناش دولة وقالوا له خد دي. هنشوف مع بعض النقلات دي. فاكرين لما كنا فقراء قوي وكنا أمة العوز؟ فاكرين لما النبي ده، النبي الكاذب ده، قال ان احنا انا مش قادر اديك وانتوا هتاكلوا مصر؟ وطبعا ما ننساش تلاجته اللي ما كانش فيها ميه غير ميه يعني 10 سنين. بس بعد كده الكلام اتغير وبقى فيه لهجه تانية خالص، لغاية ما سمعنا عن رئيس دولة بحجم مصر بيتكلم عن هبرة، ادونا هبرة كده اهو، ويطلع بتاع الكهرباء يقول لميس ما احنا الفلوس جت راحت في حتة تانية بقى، ما وقال لها راحت عشان الأسعار، بس ما قالهاش الهبر دي اللي هي صندوق المسنين وصندوق مش عارف ايه. مش بس كده، لا ده كمان كانت في وعود بان حال المواطن هتكون في حتة تانية، بس محتاجين نصبر شوية. وعنا فيت الصبر بدأت بسنتين، وبعد كده 6 شهور، ثم سنة، وهلما جرة الحنفية بتاعت الصبر ما بقتش عارفين نقفلها لحد دلوقتي، لغاية لما طلع علينا النبي الكاذب وقال هو أنا وعدتكم بحاجة؟ لا سمح الله. وبعدين قال لك هي الدول بتتبني في إيه؟ دول بتبني في 75 سنة مش أقل من كده. هنشوف كده من الزبور معايا شوية ل 75 سنة، لأنا ما وعدتكوش بحاجة أصلا. لا فعلا يعني، فعلا فعلا يعني، قال لك انا عمري ما وعدتكم، عمري ما قلت سنه واتنين. ابقى عادي حد له شوف حاجه تقدر تفتح بقك؟ فعلا الراجل صادق وامين قوي يا جماعه. وكل الكلام اللي قاله على مدار 10 سنين رجع فيه كله لانه شريف قوي. امال ايه؟ هو ده الشرف على راي توفيق الدقن، احلى من الشرف مفيش.
وراجل ملوش طمع في اي حاجه، حتى في حكم مصر ما كانش طمعان فيه، ولا كان محتاجه اصلا ان يكون عنده بلد تانية رايح يحكمها. يعني كان جيله عرض في بلد تانية بس هو ما كانش عايز، ده كان جاي يحمي اختيار الشعب، فقام الشعب مختاره ومسك فيه، يخرب بيت الشعوب اللي بتلزع دي. لغايه دلوقتي الزعيم الملهم مش راضي يسيب الشعب اللي قال له اكتر من مره ارحل، من ساعه ما قال لك لا والله لا في رغبه ولا اراده لحكم مصر. العب. كان في مغنيه الحقيقه بحب صوتها قوي، اسمها فاتن فريد، ماتت مقتوله. كانت لها اغنيه تقول، كان في فيلم اسمه وحوش المينا، فريد شوقي وفاروق الفيشاوي، كان ليها اغنيه تقول اني عارفاك كذاب ونص كلامك كذب، لا ده انت كلامك كله كذب. ودي كانت ابرز تصريحات السيسي على مدار 10 سنين، كل حاجه وعكسها، ما قالش حاجه والا وعمل عكسها. وده كان ملخص سريع للنبي الكاذب من لسانه مش على لسان حد تاني. عشان كده بنلاقي نفسنا قدام واحد مصاب فعلا بجنون العظمه، يقول لنا بالليل والنهار انه صادق قوي وشريف قوي، لكن يعني ايه صادق قوي؟ ما تعرفش ولا يعرف اي حاجه عن الشرف. وزي ما شفنا مع بعض الراجل ده بيتنفس كذب، وطالما انه موضوح قوي كده وبيطلع ويقول كلام الشعب عارف انه كذب في كذب، مش زي كلام فاتن فريد نص كلامه كذب، ده كله كذب، ده انت ما تلاقيش حاجه في كلامه يا راجل، ده غريب جدا. يعني الواحد شاف كذابين كتير لكن مش كده ابدا، ده اولمبيات يا معلم. كان لازم بقى يجي دور سحرة الفرعون واعوانه بقى عشان يطلعوا يؤدوا مهمتهم. وانا قلت لك العلماء بيقولوا ما من مستبد في التاريخ الا وقام بتخليده مجموعه من خارب الذمه، المنافقين والمطبلاطيه والجبنه واللي عندهم استعداد يبيعوا ضميرهم ودينهم. ويقول لك ده وصلوا لمرحله قال لك انت مش واخد بالك، انت بس اللي فات ده كله انت تعبان فيه؟ السجاير بقت ب 34 جنيه انت تعبان؟ كيلو اللحمه بقى ب 400 جنيه انت تعبان؟ اللبن بقى ب 400 جنيه انت تعبان؟ تعرف بقى يا مواطن يا رزل ان كل دي كانت انجازات؟ اي أيوة والله كان انجازات. اي أيوة والله زي ما بقول لك كده بصوت توفيق الدقن برضه مجهود. ده على فكره اللي انت بتعاني منه من 10 سنين ده انجاز ما حصلش ولا في 30 سنه. والله 10 سنين تتباهى ببلدك، امال ايه؟ امال ايه يا معلم؟ انت شايف ايه؟ في كباري وطرق. طب ما تيجي نشوف الانجازات دي اللي اتكلم عنها مندوب الرايخ ده، المفروض نتباهى بيها زي ما احمد موسى كده بيقول. خلينا ناخد جوله كده في الانجازات دي بتاعت العشر سنين ونشوف مثلا رحله الدولار في العشر سنين من 14 دلوقتي. خش يا بيه معلم. مبدئيا كده يعني اول فتوح الباب مش حقيقي، لانه بقول لك يا بيبو خش بالملف اللي بعته لك دلوقتي. هو بيقول لك 24 الدولار بقى ب 47. اخطأ فريق اعداد برنامج مصر النهارده، اخطأ. اسمحوا لي اني اقول لحضراتكم مش ب 47. خش كده، تعالى يا معلم خش باللوحه دي، دي لوحه سعر الصرف دلوقتي، اللوحه اللي هتظهر قدامك دلوقتي، دي اللوحه دلوقتي ب 49 84 قرش. دي اللوحه دلوقتي وصلتني وانا على الهواء مباشره وبعتها لك، والراجل نشرها كتر خيره. من 7 جنيه فاجر ل 15 جنيه، بس اشهد له بصراحه انه عمل حركه كويسه جدا. حركه صايعه. مره سالت دكتور مشهور في مصر قوي بس ما اقدرش اقول اسمه عشان ما يضايقوش يعني، وراجل عالم كبير في الطب يعني. قلت له يا دكتور هو انا عايز اعرف سؤال، عندنا في الصعيد لما الواحد يصدع يجيبوا له مفتاح الباب الكبير ده ويلفوا لاسه كده او تلفيحه يعني ويربطوا المفتاح ويعملوا كده عليه قوي، هو يقول ايوه بس. وكان عندنا صديق لما يصدع يقول لك معلش امسك شرط شعره كده وشدهم جامد. فقلت له الحاجات دي دواء فعلا؟ قال لي دواء. قلت له ده من الاف السنين. قال لي دواء. قلت له طب بس بتعالج الصداع فعلا؟ قال لي ما بيحصلش. قلت له ازاي يا دكتور؟ قال لي هو اللي بيحصل انك انت لما تجيب المفتاح وتربط التلفيحه دي في المفتاح وتلف راسك كده بتضغط على الجمجمه قوي فبتعمل الم اكبر من الالم بتاع الصداع، فبتفك المفتاح تحس ان انت الصداع راح.
هو الحقيقة ان انت تعرضت مخك الجمجمة لألم اشد من ألم الصداع، فلما تزال الألم ده تحس ان انت تمام. وهم عمل معاك في الدولار كده، سابه لما وصل لسبعين دولار، سبعين جنيه، سبعين جنيه، هو في البنك بتلاتين، فساب لك الدولار، سابه بقى ولعبوا فيه هم العساكر نفسهم، لعبوا فيه فوصل لسبعين جنيه، فلما يوصل لتسعة واربعين يقول لك نزل الدولار. هو منزلش، هو منزلش الدولار، هو كان بتلاتين عندك في البنك، يعني زاد حوالي تسعتاشر جنيه، يقول لك لا ده نزل مش كان بسبعين. نفس حركة بالظبط المفتاح اللي بتكتم على الجمجمة وتعرضها الألم أكبر من ألم الصداع، بس خلاص الصداع بعد شوية هيجيلك تاني. وده اللي حصل، حركة نصب، وادي الدولار بقى ب 49 جنيه 84 قرش، دي اللوحة دي دلوقتي، دلوقتي خلاص من 7 جنيه ل 15، ادي رحلة الدولار. وفرحانين جدا، ونعرف اقتصاد مصر بقى، قال لك الاقتصاد المصري بقى رائع، واحنا في اقتصاد ده احنا بنغني يا اولاد. ولو حابين نعرف اقتصاد مصر كان فين وبقى فين دلوقتي، يبقى لازم نبص بسرعة كده وناخد فكرة عن ديون مصر الخارجية بعد ما فتح البحر. والله أنا متأكد من اللي بقوله، وسيثبت التاريخ يوما ما إنه متعمد يعمل كده. واحد معهوش فلوس يسدد وعمال يستلف 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 ويرمي في الصحراء، لا ده واحد متعمد، ده واحد متعمد يغرق البلد دي في ديون، بحيث إن لما حد يجي ما يعرفش يحكمها. أهو أدي ديون مصر من 46 مليار سنة 2014 ل 105، دي خلاص دي 165، دي كانت قديمة، القديمة حضرتك، القديمة جزمتك يا عم، دي قديمة قوي. مش بس ديون مصر الخارجية، لا ده احنا عندنا كمان حاجة اسمها فوائد الديون، يعني بناخد ديون ونسدد أقساط وندفع فوائدها، وده كله بفضل واحد أقسم بالله أنا على يقين أنه جاي يعمل كده تحديدا. خلينا نحصد إنجازاته دلوقتي، عشان كده تعالوا نشوف مع بعض فوائد الديون دي على مدار الوقت اللي فات. اهو من 13-14 كانت فوائد الديون 173 مليار جنيه، يعني 9 مليار دولار. شوف وصلت لكام بقى، وصلت دلوقتي ل 100 لا كام الرقم ده يا جماعه اللي بيتقري فوق ده اللي هو 1.21 ده بيتقري ازاي ده يعني مين؟ انا ما اعرفش، انت بتسالني ده، انا بسالك بيتقال ازاي ده، ما اعرفش اقوله بصراحه. تريليون 120 مليار، طب ماشي، انما الدولار اسهل بقى، 55 الفوائد، 55 مليار، ويقول لك انجاز في 10 سنين. ودلوقتي نروح لاهم مقارنه، المقارنه اللي تهمك انت عزيزي المواطن اللي بيطلع يشتغل بالساعات ويتعب ويشقى ليل ونهار عشان يحاول يوفر لقمه عيش. هم حتى العرب قالوا الولد خوف، لان انت عندك اسره فبتخاف على اكل عيشك. ماشي، تشوفك انت بقى، حابين نشوف مع بعض كده اسعار السلع الاولانيه، بنتكلم في السلع الاساسيه مش الكماليات، يا ترى كان سعرها عامل ازاي من 10 سنين ودلوقتي بقت عامله ازاي. اتفضل مقارنه بين الاسعار يا حضرات. الطماطم من 4-9.5، السمك من 23-73، البلطي، الرز السايب من 5 جنيه ل 33 جنيه، الملوخيه من 5 ل 17 جنيه، اللبن من 6 الى 28 جنيه، اللبن السايب، اللحم البقري والجاموسي من 78 ل 400 جنيه، الجبن الابيض من 37 ل 141 جنيه، الفراخ من 27 ل 120، السمك البلدي من 57 ل 266، البيضه كانت بجنيه بقت ب 6 جنيه، المكرونه السايبه كانت ب 4 جنيه بقت ب 29 جنيه، السكر كان ب 5 جنيه بقى ب 46 جنيه، لتر الزيت اللي هو العادي كان ب 15 جنيه، لتر زيت الذره بقى ب 120 جنيه، المصادر الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء وبوابه السلع الحكوميه. مش بس كده، لا ده احنا عندنا بعض الخدمات والسلع الاساسيه اللي كان المفروض الدوله بتوفرها للمواطن بسعر مدعم، وصلت الزياده فيها على مدار 10 سنين الى شيء مش متخيل، رهيب. وبعد كده يطلع الزعيم النبي الكاذب يقول لك للشعب اصبروا
وستروا العجب العجاب. هو فعلا شفنا العجب، مش ده اللي المواطن كان بيصبر عشانه؟ طب اصبر، مش صبرت؟ الصبر مفتاح الفرج. اه والله يعني جمله بتجيب قرف. لا هو ده الحال بقى اللي بيليق بشعب مصر. خلينا نشوف مع بعض كده معدل الزياده في الخدمات والسلع وصل لحد فين من 10 سنين لدلوقتي. نشوف كده. ده اللحمه كمان بيقول لك ب 570 جنيه يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ من 14 ل 24 الكهرباء يا حضرات الشريحه المتوسطه في 14 كان بيدفع 145 قرش للكيلو وات. السعر في 24 بقى الواحد كيلو وات مش عارف بكام بقى دلوقتي. متوسط الزياده 76 جنيه 76%. نسبه الزياده في 10 سنين 762%. تذكره المترو متوسط المحطات يعني كان بجنيه، السعر في 24 ب 10 جنيه 25 قرش، متوسط الزياده 93%، نسبه الزياده 925%. الدولار زي ما قلنا كان بسبعه بقى اقول ثمانيه، دلوقتي السعر 49 مش 47، متوسط الزياده 49%، نسبه الزياده 495%. اسطوانه الغاز كان ب 8 جنيه بقت ب 100، متوسط زياده 115، نسبه الزياده 1525. الغاز الطبيعي كان ب 40 قرش اللتر، المتر المكعب يعني، دلوقتي ب 6 جنيه ونص، 6 جنيه شحط محط، نسبه الزياده 152، متوسط الزياده، نسبه الزياده خلال 10 سنوات 1525. البنزين 92 كان بجنيه و80 قرش، دلوقتي ب 12 جنيه ونص، متوسط الزياده السنويه 59%، نسبه الزياده في ال 10 سنين 594. السولار كان بجنيه وقرش، دلوقتي ب 11 جنيه، متوسط الزياده السنوي 81%، الزياده في 10 سنين 809%. اما اسعار الوقود اتغيرت بشكل رهيب، خاصه مع قرارات الصب في المصلحه اللي بتظهر كل يوم خميس، هلا بالخميس. خلينا نشوف كده مع بعض اسعار الوقود حصل فيها ايه خلال 10 سنين كده مع بعض. في يونيو، لا انا ما اقدرش اقرا الكلام ده، ده ولا جورنال ولا صفحه الوفيات في جورنال الاهرام، ما اقدرش اقرا الكلام ده، ما اقدرش، ده يتعبني عصبيا. انا نفسي البتاع بتاع البنزين تيجي في صدره. بعد كل الزيادات اللي انت شايفها دي مع بعض، سواء الزياده في السلع الاساسيه او الخدمات اللي بيحتاجها المواطن بشكل اساسي زي الكهرباء والغاز والمترو، المفروض اننا على الاقل نوفر له الحد الادنى من الاجر، يعني نضمن له شويه ورق كده فلوس يقدر يعيش بيهم، لكن ده ما حصلش. وده هتحسبه بالارقام على مدار العشر سنين اللي فاتوا. خلينا نشوف كده الحد الادنى في الاجور. كان في 14 كان 1200 جنيه، يعني يساوي حوالي 170 دولار. في 17 كان 1400 جنيه، يعني كان يساوي وقتها 78 دولار. في 2000 سوري في 19 كان ب 2000 جنيه الحد الادنى، كانوا يعملوا 120 دولار. في 21 كانوا 2400 جنيه، كانوا يعملوا 154 دولار. في 2022 كانوا حوالي 2700، كانوا يعملوا 141 دولار. في سنة 22 بقوا 3000، يعملوا 130 دولار. في سنة 23 بقت 3500، يعني يعملوا 113 دولار. في سنة 23 برضو في سبتمبر بقوا 4000 جنيه حد الأدنى، يعملوا 130 دولار. في 24 6000 جنيه، يعملوا 120 دولار. ارجع بقى دلوقتي الحد الادنى يساوي 120 دولار، كان في 14 1200 كان يساوي 170 دولار. على فكره ومش كل الناس بتاخد الحد الادنى بالمناسبه، يعني انا بيجيني شكاوي بالهبل انه ما بيتطبقش عليهم الحد الادنى اللي هي 6000 دي. في النهايه احب اقول انه عمره ما كان في رئيس لدوله بتحاول انها تكون ذات شأن ممكن يتقدم بيها وشعبها بالكذب، مش هيحصل، أو باستعراض العضلات، أو بادعاء الفهم، أو تبني مشاريع وإنجازات ملهاش أي وجود. يا حضرات أنا متأكد، أنا متأكد إن السيسي بينفذ خطة عشان محدش يحكم بعده، لأنه محدش يفكر يحكم بلد زي دي. مين اللي هيحكم بلد عليها الديون دي؟ مين اللي هيلغي مشاريع ورط مصر فيها؟ صعب.
هو اتبع سياسة اسمها سياسة الأرض المحروقة، احرق في الأرض ولعها قبل ما تمشي. زي كده الجماعة المستوطنين لما كانوا قاعدين في طابة وجات اتفاقية طابة ومشيتهم، كانوا بيعملوا ايه؟ بيولعوا في المستوطنات عشان ما حدش يستفيد منها. السيسي بيعمل في البلد كده، مش بس بيولع في البلد، ده بيقضي على خيرة عقول البلد. مصر مليانة عقول محترمة في كل المجالات، في الطب والصيدلة والهندسة وحتى الوظائف العادية. مصر مليانة ناس مخلصين بجد، بيقضي عليهم، بيقضي عليهم بحاجتين. اللي هيبنبك في السجون، مرمين في السجون دلوقتي، طب واللي بره؟ الخوف. عايز تقضي على شعب، ازرع الخوف جواه، خليه خاف من خياله، خليه خاف من اللي جنبه، خليه يكلم يخاف يفتح مكملين على الهواء، خليه يخاف يتكلم عن محمد ناصر، خليه يخاف يفتح التتر بتاع محمد ناصر، خليه يخاف من اي حاجة حواليه. الشعب ده مستحيل يتقدم. اللي بعده، اليومين دول مع بداية الولاية الثالثة للسيسي، إعلام السامسونج واللجان وكل الأزرع والناس عديم الضمير والوطنية بتاعة النظام شغالة على نغمة الإنجازات، الإنجازات اللي اتحققت في العشر سنين الأخيرة من حكم النبي الكاذب، طبيب الفلاسفة سابق أوان عصره أوانه. من ضمن الشخصيات دي اللي كانت اتنست واتحطت في الدولاب لعوزة الكابتن طاهر أبو زيد. حد فاكر طاهر أبو زيد؟ كان لاعب فز، ده هو ده، كان لاعب فز بس ما عملش حاجه. ده نموذج للاعب اللي ربنا اداله مهارات وامكانيات ما عملش حاجه. محمد صلاح برقبته، اللاعب ده حضرات كان لاعب فز فعلا، يعني لاعب تحب تتفرج عليه كده، بس هو كده بقى ما عملش اي حاجه. المهم يعني عبد الستار صبري عمل نتائج احسن منه. ده مجدي مقشة، احنا كنا نقول عليه كده مجدي عبد الغني، عمل حاجات احسن منه والله. انما ده لاعب فز ما عملش حاجه. ده بعد الانقلاب اختاروه وزير شباب ورياضه في عهد الطرطور عدي منصور. الازرع بتاع السيسي او هو لامر ما فكر انه يرجع تاني بعد ما كان في الفريزر او في الجيل حوالي 10 سنين من ساعه ما ساب الوزاره، فقرر ان هو يطلع من الجيل او يطلعوه من الفريزر، وبالمره يقول كلمتين عن انجازات الجنرال يمكن يرضى عنه ويرجع تاني للأضواء. فطلع يقول كلمتين عن الإنجازات اللي اتحققت في القطاع الصحي والمستشفيات الهيلة الكتيرة اللي ملهاش عدد في عهد طبيب الفلسفة. نسمع كده كابتن طاهر أبو زيد. هو السؤال، هو طاهر أبو زيد طالع ليه دلوقتي وبعدين بيتكلم عن المستشفيات؟ طاهر أبو زيد وقف شر أعماله، وتلاقيه بيقول يا ريتني ما خرجت من التلاجة، ما كنت قاعد ساكت يا كابتن طاهر وفي حالك. صفحة صحيح مصر استلمته وقالته تعالى خد انجازات ايه في التعليم والصحة، خد يا بيه. تصريح مدلل طاهر ابو زيد وزير الرياضة الاسبق، في عهد السيسي تم انشاء كم غير عادي من المستشفيات. تصريح مدلل على طول. مش احنا يا كابتن طاهر، ما تجيش عندنا. صفحة صحيح مصر ردت على طاهر ابو زيد بالارقام وقالت له انه كل كلامه غلط، وانه اتبنى في عهد السيسي الطويل العريض ده اللي عدى 10 سنين اتبنى بس حته شويه مستشفيات كده. اسمع بقى، بص صحيح مصر، مش احنا، صحيح مصر الحقائق. تصريح طاهر ابو زيد مضلل، اذا ارتفع عدد المستشفيات الحكوميه في عهد السيسي بنحو 7 مستشفيات بس في 10 سنين، في حين انخفضت عدد الاسره داخل المستشفيات بنحو 15,257 سرير، ولم تزد عدد المستشفيات بكم غير عادي كما ادعى ابو زيد. وارتفع عدد المستشفيات الحكومية من 657 مستشفى في العام 13 وهو العام الميلادي السابق لتولي السيسي الحكم في يونيو 14 إلى 664 مستشفى بالعام 2021 وفق أحدث إحصائيات جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. طب هو السؤال، هو اشمعنى طاهر أبو زيد يتكلم عن المستشفيات؟ ليه يا أبو زيد؟ اي ان نسبة الزيادة في عدد المستشفيات خلال عهد السيسي في 10 سنين 1% فقط. بالتزامن مع ذلك انخفض عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية من 98,000
291 سرير في العام 13 انخفضوا إلى 83,034 سرير في العام 21. جاءت تصريحات أبو زيد خلال لقاء مع قناة صدى البلد المملوكة لمحمد المفتري. أنت عارف ليه يا طاهر عدد المستشفيات عاد السيسي ما زادش غير 7 مستشفى بس؟ عشان المواطن المصري وصحته مش في أولويات السيسي من أساسه خالص. ويعني لما كان 1,000,000 مصري يمرضوا وما يلاقوش مستشفيات تتعالج، ولو لقوا مستشفيات تلاقوها مش هيلاقوا سراير. عارف السيسي ما يهموش القصة دي. السيسي كان ده بالعكس عايز يموت المصريين. هو دايما يقول لهم انتوا كتير. السيسي كان ممكن يعمل نهضة كبيرة جدا في مجال الصحة والتعليم والصناعة والإنتاج، ونبقى فعلا دولة متقدمة بالمليارات اللي أخدها اللي دخلت البلد وبعزقها في مشاريع تانية. احنا في مصر النهاردة لحضرات رصدنا لكم بعض من المشاريع بتاعت السيسي اللي ملهاش 30 لازمة، واللي ضيع فيها فلوس البلد وخلاها غرقت لرقبتها أو لشوشتها في مستنقع من الديون. حسبنا لكم كده ازاي كان ممكن نبني كام مستشفى. شوف بقى اتفضل، كم مستشفى ممكن تبنيها بمشاريع السيسي. تكلفة بناء المستشفى الجديد تساوي 1,000,000,000 جنيه في المتوسط. مليار. المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية كانت تعمل 2,900 مستشفى، المرحلة الجديدة الأولى بس اللي ما تمتش. يعني 58 مليار، 50 جنيه تساوي 2,900,000,000 جنيه على 1,000,000,000 جنيه، يعني 2,900 مستشفى. ما شاء الله في الحساب. ايه المفاعل النووي اللي خد فيه قرض ب 25 مليار دولار كان يعمل 1,250 مستشفى. 25 مليار يعني 50 جنيه مش عارف ايه تساوي 1,250,000,000 جنيه على 1,000,000,000 جنيه تساوي 1,250 مستشفى. تفريعة قناة السويس هم 9 مليار دولار تعمل حوالي 450 مستشفى. 9 مليار مش عارفين النجمة دي 50 جنيه تساوي 450 مليار جنيه على 1,000,000,000 جنيه تساوي 450 مستشفى. المونوريل أبو 8 مليار دولار يعمل 400 مستشفى. أعلى برج في إفريقيا اللي هو ب 3 مليار يعمل 150 مستشفى. ملكة السماء الطيارة اللي جابها لمراته تساوي 22 مستشفى. أنت تعرف يا هلا إنه ممنوع حد يتكلم قدام مراته بالإنجليزي؟ عارف المعلومة دي؟ أنا بقول لك خد المعلومة مني كده وخدها على جنب. ممنوع حد في الدائرة المقربة يتكلم مع المدام بالإنجليزي. يعني ما تقولش على عدس لاني بالفرنساوي، ما تقولش الكلام ده. مش الكلام ده، ما تقولهاش أجيب لك الستيك رير ولا ميديم رير ولا ويل دان، ما تقولش الكلام ده خالص. ولا أجيبه مستوي قوي ولا مدعوك ولا يشد كده. طيارة ملكة السماء ب 450 مليون دولار. أو البلد تعرف ليه طاهر أبو زيد بيتكلم على المستشفيات؟ لأن الكابتن طاهر أبو زيد واحد من اللي أخدوا مشاريع مستشفيات، من ضمنهم مشروع مستشفى بني سويف. طاهر أبو زيد هو اللي خده وخلصها. عنده شركة مقاولات، كابتن طاهر عنده شركة مقاولات وبياخد مشاريع من الجيش، وخد مشاريع كتير جدا. أو البلد اللي فشلت إنها تبني مستشفيات تعالج فيها آلاف المرضى اللي بيقفوا الطوابير قدام الوحدات الصحية والمستشفيات المتهالكة. ما ينفعش تكون يعني بتعالج حيوانات الحقيقة المستشفى دي، أعزكم الله. يعني الدولة دي بتفتخر بمشروع فاشل برضو ضحكوا عليكم بيها من كام سنة كده، هو مشروع اسمه التأمين الصحي الشامل. حد فاكره؟ حد سأل عنه؟ وبيقطعوا منكم ومن مرتباتكم فلوس عشان مشروع التأمين الصحي الشامل. ما تحركش من بورسعيد مرحلة أولى. وزير المالية محمد معيط نفسه هو في نفس الوقت رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. ما عرفش ازاي راح يعرض تجربة مصر الناجحة في منتدى اسمه تمويل الرعاية الصحية في واشنطن. الخبر بيقول اهو مصر تعرض تجربتها في التأمين الصحي. تجربتها ده انت ما عملتش المرحلة الأولى. الدولة اللي بتستشخر بمشروع التأمين الصحي اللي احنا في البرنامج ده عرضنا لكم بالدليل والارقام انه فشل ذريع. حد فاكر؟ ادي الفيديو بتاعنا اهو في 6 يونيو 23. اعرض يا بيه. في 2018-2020 المرحله الاولى قال لك بدانا ببورسعيد وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء، ما خلصتش. انا اذكر
فيما أذكر إن في دكتور محترم طلع معايا في البرنامج ده اسمه الدكتور مصطفى جويش والد الزميل أسامة جويش، وقال لي بالنص ده في شنك. يوم ما السيسي افتتح الكلام ده أنا استضفت الدكتور مصطفى جويش وطلع ربنا يديله الصحة وبحييه من على الهوا هنا، طلع الدكتور مصطفى جويش معايا وقال لي كل اللي أنت شايفه ده كلام فارغ وملوش أي لا وملوش أي واقع. الكلام ده في 2018 و2019 الدكتور مصطفى جويش موجود والله يقال لي بالنص كده. كل ده يا أستاذ محمد ده شغل إعلام وما فيش حاجة هتحصل من كل ده. حتى الآن لم تنتهي المرحلة وصدقت توقعات الدكتور مصطفى جويش. طيب في 2023 المرحلة الثانية بقى اللي هي ما تنتهي بقى 23 في الأقصر ومطروح لم تبدأ بعد. 2024-2026 في اسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج ما تسألنيش. 27-28 بني سويف أسيوط المنيا اللي جاي والوادي الجديد والفيوم ما تسألنيش. 29-30 في الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والشيخ في الحيط وأفاكلية ما تسألنيش. 32 في القاهرة بقى والجيزة بقى ده ذكر. انت من 2018 لم تنتهي المرحلة الأولى. طيب الرزويد اللي بيقول المستشفيات غرقت البلد ما يعرفش ان وزارة الصحة قررت من شهر بالضبط تقليص العلاج المجاني للفقراء الى 25%. ادينا الخبر الله يخليك. مدى مصر لينا عطلة. الصحة تقلص العلاج المجاني الى 25% من مستشفيات الفقراء. وطالع ابو زيد يكذب. طاهر ابو زيد طالع يكذب. بقول لك مش عملوا التجربة في جامعة بيل؟ اكتشفوا ان ناس كتير عندها استعداد تعمل كده. ولو سألت طاهر ابو زيد انت بتكذب ليه؟ يقول لك اصل انا لازم اقول كده. ليه لازم تقول كده؟ دي حاجة ضد عقيدتك، ضد ضميرك، ضد اخلاقك. يقول لك معلش ما انا عبد المأمور. قالوا يطلع قول الكلمتين دول، طلعت قلتهم. وعشان كده العلاج في مصر يا ابو زيد بقى من جيب المواطن بسبب السيسي ووزراء الصحه وحكومات في عهده اللي كل شويه يطلعوا قرارات تخلي المواطن الغلبان هو اللي يتحمل فاتوره العلاج، زي ما هنشوف في الجراف ده كده. العلاج من جيب المواطن. زياده اسعار خدمات المستشفيات العامه والوحدات الصحيه الحكوميه في مارس 2024 رفع رسوم الحضانه والحضانة من 20 جنيه إلى 100 جنيه في اليوم. الحضانة الزيادة ما بين 100% و400% دفعة واحدة بسبب نقل خدمة الطبية المقدمة، رفع رسوم الأشعة والتحاليل وجلسات العلاج الطبيعي والتخاطب والنفسي. تم تقليص نسبة أسرة العلاج المجاني بالمستشفيات إلى 25% بدلا من 60%. صرف صنف دواء فقط بالمجان من قائمة العلاج وليس جميع الأدوية الموصوفة. زيادة أسعار تذاكر العيادات الخارجية والزيارات من جنيه لعشرة جنيه. زيادة قيمة الإقامة في المستشفى من 5 جنيه في اليوم إلى 20 جنيه. الحكومة تقص أو تقصر تحملها اشتراكات التأمين الصحي على أفقر 30% من الشعب. لا ولسه التقيل جاي ورا. عشان لما تلاقي مجلس النواب ومجلس الشيوخ اللي هما مفترض دول صوت الشعب اللي بيدور على مصالح الشعب والغلابة والفقراء بيطالبوا بخصخصة الصحة وتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة اقتصادية. فضل مصر اليوم رئيس تعليم الشيوخ يطالب بتحويل الرعاية الصحية إلى هيئة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص. تخيل. دي وصلت المهزلة للأطفال الرضع اللي مبقوش لاقيين علبة اللبن المدعوم واللي أهليهم مبقوش عارفين يشتروها بسبب سعرها الغالي قوي، اللي دفع بعض الأسر إنها تبحث عن مرضعات. زي بيقول الخبر ده اللبن المدعم بشروط وأسعار الصيدليات ارتفعت 200%. أزمة الببرونة تدفع المصريات للبحث عن مرضعة لأطفالهن. ده وصلت كام؟ اطلع كده هتلاقيها ب 400 جنيه. اطلع كده، اطلع الخبر، اطلع كده، كمل خبر. ادينا سعره كام يعني كل ثلاثة. وذلك الحين خروج التمر. ويعاني مستهلكو لبن الاطفال الصناعي بمصر من نقص حاد في توفر الكميات بالاضافه لارتفاع سعره الى مستويات قياسيه ان توفرت.
ده ملخص العشر سنين يا حضرات عشان ما يكذبوش عليك تاني. كفايه كدب بقى، خلينا نروح للقبة الحديدية. يلا امبارح انا اتكلمت على قناتي وعلى صفحتي على الفيس عن ازاي اسرائيل بتتحكم في شريان الحياة في مصر والاردن، وازاي نتنياهو ماسك السيسي والملك عبد الله ملك الاردن من ايديهم اللي بتوجعهم وسيقهم وراه في اهم ملفين في حياة البشر، الغاز في مصر والمية في الاردن. وعشان ما تزعلش لو انت اردني وبتحب الملك قوي او لو انت مصري وبتحب السيسي قوي، الموضوع ده اتكلمت عنه الصحف العبرية العالمية وكشفت تفاصيل جديدة، زي مجلة فورين بوليسي مثلا اللي قالت ان دعم سلاح الجو الاردني لاسرائيل ليس فقط عبر اسقاط الطائرات المسيرة الايرانية وصواريخ كروز، ولكن عبر فتح المجال الجوي الاردني امام المقاتلات الاسرائيلية للقيام بالشيء نفسه. فورين بوليسي، كيف سترد اسرائيل على الهجوم الايراني؟ الجواب قد يحدد ما اذا كانت المنطقة تتجه نحو حرب شاملة. كتب الكلام ده دانيال بايمان، بدل الراجل بيتكلم على ازاي الاردن فتحت المجال الجوي بتاعها للمقاتلات الاسرائيليه. اتفضل. ولكن ايضا من خلال اهو هناك اعتبارات فنيه عسكريه، وهناك نقطه صغيره لكنها مهمه، هي مصلحه الاردن في كل هذا. وقد دعم سلاح الجو الاردني اسرائيل بشجاعه، ليس فقط من خلال اسقاط الطائرات بدون طيار الايرانيه وصواريخ كروز التي تعبر الاراضي الاردنيه، ولكن ايضا من خلال فتح المجال الجوي الاردني امام المقاتلات الاسرائيليه للقيام بالشيء نفسه. وعلى الرغم من اي دوله تحتل نفسها كانت تفعل الاول، الا ان الاخير كان استثنائيا. يعني اي دوله محترمه كانت هتساعد اسرائيل بانها تسقط الطائرات او الصواريخ الكروز، لكن الاردن عملت الثانيه، انها فتحت المجال الجوي للطيارات المقاتله الاسرائيليه تلعب خمسات في الجو. انت مستغرب ليه؟ مستغرب اللي قالته فورين بوليسي عن فتح المجال الجوي؟ طب ما ده اللي عملته في مصر. اسال. اتفضل. مصر نفس القصه. اتفضل يا بيه، ادي اتفضل، هات اللي بعده يا بيه، الله يخليك. اهو ادي الاردن وادي مصر. دخلت مصر 100 مره، وصلت لعمق مش عارف كام كيلو، مش عارف اقرا من هنا. ادي الطيارات في حرب غزه عمق 172 كيلومتر، عمق بيانات تكشف نشاط طائره عسكريه اسرائيليه خلال الحرب على غزه. دخلت مصر 100 مره بعمق 172 كيلومتر. ده احنا في حرب اكتوبر لما الاسرائيليين عملوا الثغره ووصلوا لحد السويس، وبعدين عملنا اتفاقيه السويس دي، كانت مصيبة سودة، وعملنا الخيمة بتاعت المئة كيلو دي، وقعدوا عملوا المشير الجمسي مع قادة إسرائيليين، كانت مصيبة. تخيل ده بيخش 172 كيلو داخل الأراضي المصرية، وفي الأردن فتحوا له الأردن. وبعدين يجي ناس يقول لك ما تتكلمش على الأردن، الأردن دي أشرف من أبوك. هو كلام يا ابني، هو كلام. وبعدين مال الاردن ومال القصه؟ احنا بنتكلم على سياسه نظام. وزي ما الاردن اسقطت مسيرات ايرانيه، مصر عملت كده برضو واسقطت مسيرات بتاعت الحوثي قبل ما تصل الى اسرائيل. اهو ايران تضرب اسرائيل بمئات الصواريخ والمسيرات، والاردن برضو يؤكد انه اسقط عشرات. وادي الدفاعات الجويه المصريه تسقط مسيره جنوب سيناء قرب الحدود مع اسرائيل. يا حضرات، السيسي والملك عبد الله حولوا مصر والاردن الى مشروع القبه الحديديه لحمايه امن اسرائيل. تقدر تقول كده حماية الكيان، وسلموا دولهم للاحتلال عادي جدا يتحكم فيها براحته. وكان يقدر الملك عبد الله يمنع طيارة مقاتلة إسرائيلية إنها تخش الأردن؟ أتحداها يا عمي، أنت بتتكلم ده تاريخ. تفضل. الماء مقابل حماية السماء، ومن المتوقع ده إسرائيل، ده يدوات الحرنات. الماء مقابل حماية السماء، من المتوقع أن تمدد إسرائيل اتفاق مع الأردن لمدة عام. هيئة البث الإسرائيلي، تل أبيب تغض الطرف عن ديون مصر متعلقة باتفاقية الغاز بسبب دورها في حرب غزة. وتطلع الأستاذة مفيدة الشيحة تقول لك احنا كنا فاكرينها كده، كنا فاكرينها فترة وهتخلص.
ويا ريت الحكايه وقفت عند مصر والاردن، ده في دول عربيه تانية شاركت في افشال الضربه الايرانيه لاسرائيل بعد ما طهران بلغتهم قبلها بموعد الهجوم بهدف انهم يحموا الاعداء بتاعتهم. لكن السعوديه والامارات قدموا خدمات هم كمان لاسرائيل، وراحوا نقلوا نتنياهو المعلومات عن الهجوم، وادي المعلومات دي كانت مهمه جدا في انها ساعدت اسرائيل في انها تتصدى للمسيرات والصواريخ الايرانيه، وده اللي قالته مجله تايمز في اسرائيل مش انا. تقارير دول خليجيه بينها السعوديه قدمت معلومات استخباراتيه عن الهجوم الايراني. حقيقه بقينا الحقيقه بزرميط. انت يا معلم ما تعرفش مين الصهيوني من مين العربي في المنطقه دي، انت ماشي بقى. الجيران العرب بقوا حماه لاسرائيل، وده اللي وصفه ديفيد هيرست عن الجيش الاردني بعد حمايته لاسرائيل من صواريخ ايران، وقال اهو ديفيد هيرست بيقول جيش الاردن اول جيش عربي يدافع عن اسرائيل. شوف الملك قاعد ازاي، شايف الملك قاعد بلبس الحرب ازاي، بلبس البيدان. جيش ولا مش جيش؟ ده مش جيش، ده ولا جيش. وندي ادي تحايا، ادي تحايا عبد الله، ادي تحايا. ما ايه، بص بقى حد عمل ايه اسمه كلاشينكوف، قال لك اجمل صوره شفتها اليوم اول قلب من عندي. بص بص بص، اطلع 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 اطلع. الصور الجميله لا يراها الا المميزون، اقوى قبه حديديه صهيونيه. امال ايه، ملك عبد الله بالبدله الاسرائيلي، ملك محمد بن سلمان، ما هو الملك بقى السيسي، محمد بن زايد. مش بس كده، احنا بنشوف الاسرائيليين نفسهم بيجوا على مصر عشان يحتموا فيها، وده شفناه. الاسرائيليين راحوا ناحيه معبر اللي بين مصر واسرائيل، تفضل عشرات يا معلم بيزحفوا. العب. انا عايز اسال سؤال، ابراهيم العرجاني يقدر يتحكم في دول؟ اهم شفت الطابور قد ايه؟ عشرات الاسرائيليين. تقدر المخابرات المصريه تمنعهم يدخلوا مصر؟ بس الفلسطينيين نطلع عينيهم. بص شايف؟ قارن كده في الفيديو ده بفيديو الغزاويه والفلسطينيين اللي واقفين على المعبر عايزين يخشوا بيدفعوا مش عارف كام الف دولار عشان الست او الراجل يدخل. قارن كده الرضع اللي مش عارفين يخشوا من المستشفيات يتعالجوا عندنا. قارن كده عشرات، يا عم 2 مليون بني ادم قاعدين على حدود غزه ما يعرفوش يعملوا كده. بص بقى الاسرائيليين، اتفرج، ما تقدرش شركه العرجاني تتكلم. لا وجايبين لهم عربيه جولف، شايف عربيه الجولف دي؟ العربيه دي اللي هي لو حد كبير في السن مثلا تعبان ولا حاجه، ست مسنه ولا حاجه، يعني ست اسرائيليه مسنه، احنا برضو قلبنا كبير يعني، ننقلها في العربيه دي نوصلها لحد اول البوابه. هو كله ينوبك ثواب يا عم، خلي قلبك انما عند الغزاويه دوس على ميتين ابوهم، يعني اقتلهم ما تدخلهمش، ولو هتدخلهم خد منهم فلوس. انما الاسرائيليين دول لا، دول وادا، دول اصحاب البلد يا ابويا. مصر رافضه تدخل مساعدات وتشارك اسرائيل في حصار غزه. اتفضل النشطة دي بتقول ايه؟ اسمع. فكره ايه يا مدام؟ فكره ايه يا مدام؟ لانه احنا بنحمي اسرائيل. ايه يا مدام في ايه؟ انت بتسالي اسئله غريبه جدا، تقول لك اللي عنده فكره، هو انت ما عندكش فكره؟ الجيش المصري بيحمي اسرائيل. الحكومه النظام المصري بيحمي اسرائيل، النظام السعودي بيحمي اسرائيل. النظام الاردني ده من الاول يعني. هو النظام السعودي والمصري. السعودي والاردني. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انت اقري مذكرات اسمه ايه المخفي ده؟ مشي ديان. سنه 48 شوفي مشي ديان بيتكلم ازاي على الجماعه في الاردن ايام ما كانت اماره شرق الاردن، وهو بياخد العربيه الجيب ويروح يقعد مع الاردنيين ويرجع. والله ده في مذكرات مشي ديان. ليه بتقول لك عليش؟ 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 شنو هذا؟ شنو هذا؟ تسألي السؤال ده ازاي؟ اه حضرت. في نفس الوقت اهالي غزه بينشدوا العالم عشان ينقذهم. وبنشوف في التقارير الامميه ووزاره الصحه في غزه، اسمع بيه، صحه غزه تناشد لانقاذ المستشفيات وتحذير اممي من مجاعه القطاع. واحنا بندخل الاسرائيليين بالعشرات. بس كده، ما فيش حاجه ثانيه. يعني ما فيش اي حاجه ثانيه. حتى انه فلسطيني بيودع طفلته اللي ماتت او استشهدت بقصف الاحتلال على غزه، ودول ممرضتين بيحكوا روايات صادمه عن ما حدث في مستشفى الشفاء.
للأسف المشهد التخاذل وعدم نصرة أهلنا في غزة من الحكومات والأنظمة العربية جسدها الرسام الدكتور علاء اللقطة بأنهم حماة إسرائيل. القبة الحديدية بتاعت إسرائيل هي عبارة عن الغطر العربي، وأدي نتنياهو في النص، وأدي الصواريخ الكروز والطائرات المسيرة بتخبط في القبة السماوية أو القبة الحديدية اللي بتحمي إسرائيل. أنا خلصت لحد كده عشان بس إيه تشوفوا الجيوش العربية وتشوفوا الأنظمة العربية وهي واقفة تستعرض الجيوش كده، حاجة عظيمة قوي. بيعملوا إيه بقى دول؟ بيحموا إسرائيل. وتيجي تقول كده لك أنت مش وطني، أنت إزاي تتكلم كده؟ ما ده الواقع، بس أنتوا تحبوا اللي بيكذب. فخلينا نطلع فاصل ونروح على ترند. امبارح الحقيقة في البرنامج هنا اديت لكم الزتونة في موضوع ترشيح كامل الوزير لرئاسة الحكومة، وقلت ان الكلام ده من جوه ومن جوه قوي بيدور، في كلام بيدور حوالين خلاف ما بين عباس كامل رئيس المخابرات وبين كامل وزير، ما بيطقوش بعض. كامل وزير هيبيض ويبقى رئيس الحكومة، وكان نفسه يكون رئيس حكومة قبل الانتخابات بدل مصطفى مدبولي. اللي واقف له في السكة هو عباس كامل. خلينا افكركم كده بالجزء ده. امبارح كامل وزير ادى يعني صلاحياته لرئيس هيئة الطرق الكباري، وطلعت إشاعة انه ممكن يمسك الوزارة. بس انا بقى هقول لك الزتونة، في كلام انا بقول اهو، بقول في كلام ان العلاقة ما بين عباس كامل وكامل وزير زي الزفت. والكلام برضو داير كده، داير كلام ان كامل وزير زعلان جدا انه ما بقاش رئيس وزارة اول ما السيسي نجح. والكلام داير بيقول ان كامل وزير هيبيض، هيولد ويبيض مع بعض عشان يبقى رئيس وزارة. مين اللي واقف له في الحكاية دي؟ الناس بتقول ان اللي واقف له في القصة دي عباس كامل، مش عايزه يبقى رئيس وزارة. جدل كبير حصل بعد اللي قلته، وربكة حصلت بسبب موضوع التفويض، وطلعت مواقع تنفي ومواقع تكذب زي وزارة النقل اللي طلعت نفت تماما. وزارة النقل تنفي تفويض رئيس هيئة الطرق الكباري لمباشرة اختصاص وزير النقل. الله، ما انتوا لزقتوا. لكن واضح يا ابن عمي ان كلامي جاء على الجرح، وعلى طول لجان كامل وزير بتاعت السيسي وبتاعت كامل وزير طلعت تشتم فيا. انا اتشتمت شتايم يا جدعان، انا خدت شتايم رهيبة، شتايم بالهبل يعني ما اقدرش اجيبها لكم هنا، بامي بقى واختي وابويا وعمامي والعيلة كلها. لكن هجيب لكم تعليق واحد مش شتايم، واحد كان اسمه محمد تقريبا، قال لي وانت عارف بقى منين؟ اسمع بقى محمد وجهله. محمد بيقول لك، بيقول لي انا محمد وانت عرفت منين بقى اذا كان منصب عباس كامل يعتبر اعلى من رئاسة الوزارة، ومنصب ومكانة كامل وزير يضاهي رئاسة الوزارة، يعني الاثنين مش محتاجين يتخانقوا على اي حاجة، انت واللي زيك عايشين في الاوهام وبتحاولوا اثارة اي فتنة وخلاص. خد يا محمد اقول لك على حاجة، خد يا محمد، خد اقول لك، تعالى كده اقلم لك وافهمك. بص يا محمد، انت محتاج تقرا تاريخ الجيش المصري. الجيش المصري مر بأزمة كبيرة جدا في الخمسينات والستينات، لما كان في واحد اسمه عبد الحكيم عامر كان هو وزير الحربية والقائد الأعلى ورئيس الأركان مع بعض كده، يعني هو كان كل حاجة. أما عمك عبد الناصر أو جدك عبد الناصر بعد ما اتزاح عبد الحكيم عامر بعد نكسة 67 بدأ اللي يمسكوا مصر يعملوا حاجة يا محمد، اللي يمسك وزير حربية أو دفاع ما يكونش على اتفاق مع رئيس الأركان خالص. يعني مثلا في حرب أكتوبر كان وزير الحربية أحمد إسماعيل علي، السادات جاب له أو يعني اللي كان رئيس الأركان سعد الدين الشاذلي. سعد الشاذلي وأحمد إسماعيل علي ما بتقوش بعض، بل إن سعد الشاذلي ضرب أحمد إسماعيل علي بالبنية في صدره في عنتيبي.
اسمع مني انا هعلمك الدرس بس. وكان سعد الشاذلي كان هو رئيس الاركان. فقبل حرب اكتوبر في 72 راح السادات جاب احمد اسماعيل علي اللي كان في الثلاجه، جابه وزير حربيه. سعد الشاذلي زعل، بس السادات كان عايز يعمل كده لان السادات او اي حد مسك الدوله دي بيخاف يبقى الاثنين على ولاء مع بعض، وزير الدفاع ورئيس الاركان. هديك نموذج تاني، بص كده على نموذج مهم قوي، طنطاوي وسامي عنان. قول لي بقى كده وحد يعلمك او يفهمك، الجلاشه اللي اتعملت لسامي عنان اتعملت وطنطاوي عايش ومرضيش دافع عنه، وحتى ان واحد مصري عادي قال له، قال طنطاوي هو الفريق سامي عنان فين؟ قال له موجود وسامي عنان بيتعمل معاه الجلاشه. ده طبيعي جدا في الحكم العسكر، ما بيجيبوش وزير الدفاع على ولاء او بينه وبين او ما انتم مع وزير رئيس الاركان، ده طبيعي جدا. دي اول حاجه. حاجة تانية، مين اللي قال لك ان انا قلت، اللي نقل لك غلطان، ان انا قلت ان عباس كامل عايز يبقى رئيس وزارة؟ انا ما قلتش كده خالص، انا قلت ان عباس كامل ما بيطقش كامل وزير، لكن مش معناه انه عايز يبقى رئيس وزارة. وعلى فكرة يا لجنة، مش احنا اللي بنسير الفتن، وكفاية عليكم السيسي وكامل وزير وعباس كامل، دول لوحدهم يوقعوا بلد. لجنة تانية طلع يتكلم عن سبب تفويت كامل وزير بعض صلاحيات رئيس الهيئة الطرق الكباري. اسمع يا دي لجنة، اسمه محمد الواد ده، في مجموعة مقالات عدوا 50 مقال لواحدة اسمها فاطمة، أنا ناسي اسمها فاطمة إيه دلوقتي، كتبتهم في المصري اليوم عن الجمهورية الرابعة للعسكر. الست دي كاتبة بقى تفنيد للجيش المصري كله. اقراهم وتعلم وتعالى كلمني. وهي ده، لا في الوطن، في جريدة الوطن مش في مصر اليوم، في جريدة الوطن، اسمها فاطمة حاجة، أنا ناسي اسمها دلوقتي، بس أنا عندي الخمسين مقال كلهم بتفند فيهم جمهوريات الجيش الأربعة، بتتكلم عن وزراء الحربية والدفاع ورؤساء الأركان والكادات الكبيرة وسياسة مبارك والسادات وعبد الناصر مع الجيش. اقراهم وتعالى كلمني. تعال نشوف التغريدة دي، قال لك تفتكروا كامل الوزير، حد بيقول اهو المايسترو، كامل الوزير ممكن يبقى رئيس الوزراء القادم؟ ده أنا قلت لكم امبارح في لجان لكامل الوزير، اللجان اشتغلت على الترويج لكامل الوزير وقعدوا يقولوا فيه قصائد شعر في كفاءته وإمكانياته الجبارة زي ما عملت أو عمل صاحب الحساب ده. شوف كده، سيكون اختيار، سيكون اختيار يسعدني من ناحية لأن كامل الوزير يثبت كفاءته في كل ما يوكل له من مسؤوليات، وأنا أتوقع منه الكثير أهمها جدية الرقابة على الأسواق، ويويل بقى اللي يتلاعب، ومن ناحية تانية ضربة قاضية لمرارة جماعة يسقط حكم العسكر ممكن تفقعها ونخلص منهم. أيوة الست دي فاطمة سيد أحمد، برافو عليك. هتهدي بقى كده الجمهوريات الأربعة، خد يا دي يا محمد اقرأ المقالات دي، هي عدت 50 مقال، ده 8، بص يا محمد ده مقال 8، هما حوالي حاجة و50 مقال عندي جبتهم، لأن الست كاتبة كلام لوز العنب لوز الورد في جريدة الوطن. اقراهم عشان تعرف إن عادي جدا يبقى بعض القيادات بينها وبين بعض ما يحبوش بعض خالص، ويبقوا مش طايقين بعض في أي حتة. طبيعي يا بيه، دي نفوس بشرية، وده ترقى قبل ده وده خد مكان قبل ده وهكذا. يعني نرجع بقى تاني للست السودي، هاتها بقى دي، يعني انت عايزه تجيبي كامل وزير عشان تفقعينا؟ لا الست التغريده، التغريده يا بيب مش دي اللي هي قالت ونجيب كامل وزير عشان نفقع الجماعه بتوع يسقط حكم العسكر، اللي هي التغريده. ايوه دي، انت مبسوطه يعني؟ ربنا يبسطك اكتر، والعسكر يمسكوك الحقيقه يجيبوا منك 6 7 اطفال كده زي كده بالظبط. وزي ما اللجان بتروج لكامل وزير وبتسال وترد على نفسها، فالنشطاء على السوشيال كان ليهم رأي تاني وما سابوش اللجان تهري مع نفسها كده، وكتبت الست دي قالت لهم حلو. ايه بقى اللي حلو؟ حلو وانت بتسأل واللجان بترد عليك، يا عم بطلوا جهل، مطلوب وزارة اقتصادية ذات صلاحية، وزارة ازمات، هو في حاجة اسمها رئيس جمهورية عسكري ورئيس وزراء عسكري؟ شفتها فين دي؟ ثم احنا محتاجين اقتصاديين يا شوية معرضين. يا منى، منى اللي قبلك، اختك اللي قبلك بتقول لك عايزين واحد عسكري عشان الجماعه بتوع يسقط حكم العسكر تتفقع مرارتهم. كامل ده مقاول، مقاول، ما ينفعش رئيس وزراء وهيغرق البلد في ديون اكتر من اللي ده اللي كتبه سعد او سعيد. سعيد كتب قال
البلد محتاجة رئيس وزراء رجل اقتصاد ومعاه مجموعة اقتصادية تشد البلد من الغرزة اللي غرزنا فيها جناب الدكتور مصطفى مدبولي وتفوق اقتصادها، انما تجيب لنا كامل وزير يبقى هنغرى اكتر في الديون، واللي والله اعلم متى سيتم سدادها وما ستتحمله الاجيال الحاليه واللاحقه. كامل انا بعتبره مقاول. وفي ناس شايفه ان كامل وزير ده الحقيقه يعني نحل وبر البلد وعمل مشروعات كلها خاسره كلفت البلد كتير جدا، زي اللي كتبته رانيا. رانيا كتبت بتقول الاحسن يسيبوا مدبولي رئيس وزارة ومحدش يجيب كامل وزير ده، ده نحل وبر البلد زي ما قال الرئيس على مشاريع كلها دولارية وهو وزير نائب، يبقى هيعمل ايه وهو رئيس وزارة؟ ومن يوم ما كان في الهيئة الهندسية واحنا مش شايفين غير خسائر وضياع عملة، وكلامه واسلوبه صعب قوي ومش نافع. يا رانيا مش عاجبك اسلوبه؟ ده راجل مقاول. لكن عشان نخلص من الاشكالية دي والخناق اللي بين عباس كامل وكامل وزير، لازم نشوف حل. والحل قدمه لينا بشكل ساخر صاحب التغريدة دي تقريبا خالد. خالد قال لك ممكن تتحل المشكلة يخلي واحد منهم نائب والتاني رئيس وزارة، أو يخليها وتبقى الأول مرة تحصل رئيس وزارة اتنين في واحد ويدمج الاسمين في بعض، عباس كامل الوزير. والله أنت رائع. إنما كتير من الشطاء أجمعوا على أن سواء كامل وزير أو مصطفى مدبولي فكلهم أدوات في إيد السيسي، ومفيش عندهم غير تمام يا فندم تمام سعادتك، زي ما كتب حسن. حسن قال لك كامل ومدبولي مجرد ادوات ومحدش فيهم يملك قرار بتغيير امر واحد، والهويه العسكريه صبغت الجميع والرد اصبح واحد تمام يا فندم دون اي نقاش او تلميح بان القرار لا يتفق مع الخطه او الموازنه او الاولويات ومدى تاثيره على الدين او حتى على المواطنين والراي العام. فعلا في عهد الدكتاتور زي السيسي ما تفرقش او مش هيفرق مين رئيس وزارة، حتى لو جاب بيتر ميمي نفسه اللي هو بتاع مخرج الحشاشين والاختيارات، ده اللي كتبه رامون. قال لك ولا هتفرق، ولا هتفرق حتى لو جاب بيتر ميمي رئيس وزارة فعاد الدكتاتور اللي من النوع ده، ولا يفرق مين منصب رئيس الوزير او رئيس الوزارة، كلها شكليات لتنفيذ التعليمات والفرمانات البلحية. هو ان جيته للحق ولا مدبول يصلح ولا كامل وزير ولا حتى سيسي نفسه كان ينفع يبقى رئيس مراجيح مولد النبي. ده مش انا اللي بقول، ده اللي قاله صاحب بتاع ده. قال لك ايه التهريج ده ان كامل يبقى رئيس وزاره من وجهه نظرك، ان كامل من وجهه نظرك انه لا يصلح. طب مدبولي يصلح، طب بلاش السيسي يصلح رئيس مراجيح مولد النبي. احنا عايشين في فاصل من الكوميديا السوداء. بس يا ترى يا هل ترى هل كامل برضو لو جاء رئيس وزاره مش هيحب الواسطه والمحسوبيه زي السيسي كده زي ما بيقول على نفسه، ولا برضه المسطة والمحسوبية معششة ومنخورة حتى في نخاع جذور العسكر؟ هتقول لي بتقول الكلام ده ليه؟ أقول لك عشان في نشطاء كتير نشروا بوستات عن ابن كامل وزير. مش احنا عارفين بنت عباس كامل بقت أحسن مذيعة دلوقتي؟ طب ابن كامل وزير المهندس هو اللي بيدير مشروع إنشاء البنك المركزي الجديد في العاصمة الإدارية. خشوا كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا محمد بيه. يا ابن سعادة اللواء كامل الوزير كامل بيه، قال لك أصل الجيش ما كانش عاجبه التوريث، أهو مدير المشروع البنك المركزي، مشروع البنك المركزي بالعاصمة الإدارية، كل عام وأنتم بخير. مدير المشروع المهندس محمد كامل الوزير، مدير القطاع المهندس هاني سعد. عيد مبارك. عرفتوا كده يا كامل الوزير؟ أهو أهو أها أها على حتة إيدك. ابن كامل الوزير ماسك مشروع البنك المركزي الجديد. وبنت عباس كامل بقت مذيعة. مفيش توريث يا بيه، مفيش واسطة. نشطاء كتير رفضوا ان كامل وزير يكون رئيس وزراء، ومنهم اللي هدد بشكل ساخر انه هيسيب مصر لو بقى رئيس حكومة، زي منير الخطير اللي قال لك، منير الخطير قال لك كامل الوزير لو بقى رئيس وزراء انا هسيب مصر نهائي ومش هرجع غير لما يموت، مش هينفع اتعامل مع نفسي وكامل الوزير رئيس وزراء لمصر، بجد مش مستوعب، وبقول يا رب يبقى جس نبض والرسالة تكون وصلت ان مصر رافضة كامل وزير. لكن هو كامل وزير يفرق ايه عن السيسي في الهبل والجهل والتخلف؟ ده مش انا يا كامل بيه، انت ومحمد بيه ابنك، ده اللي كتبه حسن. حسن بيقول لك هو يفرق ايه عن الرئيس؟ عن الرئيس عجوة عجوة في قلة الادب والهبل والتوهان والجهل والتخلف. احنا معانا خير حلاليف
احنا معانا خير حلالين في الارض. اه والله احنا معانا الراجل ده جامد قوي. قال لك احنا معانا هو يفرق ايه عن الرئيس عجوه في قله الادب والهبل والتوهان والجهل والتخلف. احنا معانا خير. والله جامد انت جدا جدا والله. اضحكتني يا فتى. احنا معانا خير حلالين في الارض. طب انا عايز اخلص الترند عشان نخلص والضحكه دي مش عايز اخلصها. الخلاصة هو اللي قلت لكم برضو مبارح، ان انت يعني تقفل بقك ولا ليك في مين يا عم يكون رئيس وزارة. احنا مالنا وما نتجحش اللي وجع العمدة، مالناش دعوة، احنا مالناش دعوة، البلد بلدهم ويحكموها زي ما عايزين يحكموها، لا ليك فيها ولا بتاع. اردب مهولك ما تحضر كيلو، تتعفر دقنك وتغلب في شيله. انت مالك انت مين اللي هيبقى رئيس وزارة ولا مين اللي هيبقى؟ انت مالكش دعوة بالبلد دي اصلا، دي بلد العسكر، وانا وانت ضيوف يعملوا في البلد اللي يعجبهم. انت دورك تتضرب بس، زي عادل امام كده في فيلم نص ساعه جواز بتاع رشدي اباظه وماجده وشاديه. عادل امام كان طالع كومبارس بيتضرب، ويوسف شعبان هو اللي يبوس، كان هو بيقول كده في الفيلم، وانا بتضرب بس ويوسف شعبان يبوس. انت بقى دورك تتضرب. يوسف شعبان هو كامل وزير، عباس كامل، السيسي، دول يبوسوا بقى. أشوفك بعد الفاصل في فقرة اقتصادية مع الدكتور مصطفى شاهين. الكلمة مننا بتوجع، ويقول لك بقى أصل هم عملاء، أصل هم خونة، اصل هم بيتمنوا البلد تقع، كلام ايه اللي انت بتسمعه ده. لكن لما بتيجي الكلمه من مؤسسه دوليه كبيره يمكن شويه، وده اللي بنحرص عليه فعلا، انه كلامنا ما بيبقاش من هوانا. يعني احنا نتمنى السيسي يمشي يعني الساعه دي قبل بكره، انما ما مرش اقل من شهر يا مؤمن عن تنصيب السيسي في العاصمه الاداريه، واللي انفق عليه ملايين في العاصمه الاداريه أو مليارات يعني، وبدأت تظهر مؤشرات الواقع الاقتصادي اللي بيقول لنا إن المصريين رايحين لظروف صعبة، لأ ما قالش صعبة عشان أكون أمين، أكثر صعوبة. اسمع كده إزاي البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المصري. البنك الدولي 16 إبريل 24. مش بس كده، احنا هل الموضوع وقف على المؤشرات دي بس؟ احنا بقى رصدنا لكم مؤشرات اول شهر في تنصيب البومة، والتوقعات بتاعت البنك الدولي الصادمة للواقع الاقتصادي المصري. اتفضل يا بيه، خش كده برجلك اليمين في الشهر الاول بعد التنصيب، مؤشرات اقتصادية صادمة جديدة. عجز الحساب الجاري يتسع بنسبة 441، قسما بالله ما اعرف ايه الحساب الجاري، بالنصف الاول من العام المالي. العجز وصل ل 9.6 مليار دولار من 1.8 مليار دولار في الفترة ذاتها، يعني لما نقارنه يعني. سجل ميزان المدفوعات، ده اللي انا عارفه، عجزا بلغ 410 مليار دولار في النصف الاول. عودة الدولار الارتفاع ووصول ال 50 في السوق السوداء. عودة انقطاع الكهرباء بسبب شح الغاز ونقص الدولار. توقعات بقى البنك الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر من 3.5، خفضه بقت 2.8. تراجع القوة الشرائية للأسر وتباطؤ نشاط الشركات وانشطة الأعمال، خسارة ما يعادل 10% من احتياطي النقد الأجنبي بسبب اللي بيعمله الحوثيين، خسارة 3.5 مليار دولار جراء انخفاض حركة العبور بالقناة السويس. السؤال بقى اللي لا مؤاخذه بيلقح جتته علينا بعد التوقعات الصادمه دي، هو السؤال ابيح شويه وينطوي على نوع من قله الادب. السؤال بسيط، فلوس راس الحكمه راحت فين؟ والله سؤال بسيط اهو، فلوس راس الحكمه راحت فين يا هلا؟ وديت فلوس الحكمه، خش مصر تتسلب 5 مليار
كدفعة أولى من صف، راحوا فين دول بقى؟ 29 فبراير 24، يا بو يا دوب يا بيه يا بيه فبراير مارس، فبراير مارس أبريل، ما عداش يا بيه، ما عداش على 5 مليار حاجة، دي ما ربعنتش. مش بس كده، أنت بعد 15 يوم لا مؤاخذة يعني هتاخد الشريحة الثانية من أموال فلوس رأس الحكمة، هتصل بداية مايو. هم اللي قالوا كده، حلو جدا، كلام جميل. هي جت على دول، ده الدكتور محمود وهبة قال لك البلد دخلها أكتر من 2 تريليون و200 مليار دولار في العشر سنين اللي فاتوا، وكله راح وساب لنا الديون والفقر. ادي محمود وهبة اهو، البص بتاعه اهو، بيقول يا حرامية فين الفلوس؟ تريليون و293 مليار دولار زائد 8 تريليون جنيه دين داخلي، وزائد 29 مليار عجز بنوك، زائد 167 مليار ديون دولار، زائد 40 مليار احتياطي. الفلوس دي مش دخلت مصر، دي تهربت من مصر. وعندما قدرت الأموال المهربة بتريليون دولار، البعض قال لك أنا أبالغ، 1 تريليون و293 مليار دولار دخلت مصر في السنوات العشر الأخيرة حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. بلغت متحصلات مصر من النقد الأجنبي في سنة 13-14 111 مليار بالفصل ده دولار، في 14-15 119 مليار دولار، في 16-15-16 171 مليار، في 16-17 104 مليار، في 17-18 125 مليار، في 18-19 122 مليار، في 19-20 128 مليار، في 20-21 126 مليار، في 22-21 160 مليار، من 22-23 121 مليار. وبذلك يكون مجموع متحصلات البلاد من النقد الأجنبي خلال السنوات العشر 1 تريليون و293 مليار دولار، وبلغ المتوسط السنوي لموارد النقد الأجنبي في العشر سنين 129 مليار دولار وكسور، المتوسط الشهري خلال تلك السنوات 10 مليار دولار في الشهر، المتوسط اليومي 359 مليون دولار. شاطر في الحساب. عشان كده بنسأل إلى أي مدى سيكون الوضع الاقتصادي في الولاية الثالثة متردي، وفين فلوس رأس الحكمة، ويخطرت الوضع ده بعد خطوة تعويم الجنيه الكامل اللي حصلت، اللي أقنعوا المصريين أن التعويم هيحل مشاكل الاقتصاد، لكن الاقتصاد رايح راح في سكة اللي بيروح ما يرجعش. كل الحاجات دي هناقشها مع ضيفي وضيفكم الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد. دكتور مصطفى، كل عام وحضرتك بخير وأهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب، وعيد مبارك يا أستاذ محمد لحضرتك ولكل السادة المشاهدين في مصر وفي العالم العربي. أنت اللي أخرتنا، إيه ده الدقل دي جديدة؟ مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك، الله يحفظك. دي جديدة دي، صح؟ جديدة، أنا فاكر صح. ربنا يخليك يا استاذ محمد. رمضان بقى وجو رمضان الجميل يعني. بس مكمل معانا بقى، رمضان خلص والعيد خلص. طب كويس، هو عموما حاجه كويسه يعني. مش انا اكتشفت مقوله في الاقتصاد هقولها لك دلوقتي وابهرك. واحد من اللي بيدرسوا في العالم اسمه لوينز تقريبا، بيدرس اقتصاد زمان يعني، قال الاقتصاد ببساطه هو كيفية إدارة موارد محدودة وحاجات غير محدودة. إيه رأيك؟ بالظبط، ده التعريف الأولاني للعلم الاقتصادي. أمال إيه بيه؟ إحنا جايين لك مذاكرين. إحنا جايبين لك حاجات مش من وش القفص. خلينا نبدأ مع كلام حضرتك، مع كلام الدكتور محمود وهبة اللي قال إن حصيلة مدخل مصر كم؟ في العشر سنين تريليون وحوالي 200 مليار دولار. هو قال كده. لأي درجة تتفق حضرتك مع الدكتور محمود وهبة؟ وإذا كنت تتفق فالسؤال، أين ذهبت هذه الأموال في ضوء اللي أنت شايفه من العجز والنيلة اللي احنا فيها دي؟ أنت حضرتك لو خدت اللي الحكومة نفسها أعلنت عنه، المساعدات اللي السيسي قال عليها إن جاله قرابة 200 مليار دولار من الخليج لوحده، والديون اللي احنا خدناها 160 مليار دولار، انت حضرتك كده بتتكلم في قرابة 360 مليار دولار. هو طبعا مش 160، هو 169، يعني قول قرابة 170 مليار دولار تقريبا
بالإضافة لل200 كده 370 مليار دولار. لو ضفت كمان قرض الضبعة في حدود 25 مليار دولار لأنه ما دخلش في الحسابات حتى الآن، فأنت كده بتتكلم في 400 مليار دولار. الدكتور محمود ربما يكون له مصادر أخرى يا أستاذ محمد واصل لها عن طريق بعض التسريبات، وهو أنا أذكر جيدا لما حضرتك استضافته قبل كده وكان أشار لقضية إن في بعض التدفقات المالية اللي دخلت مصر خرجت من مصر عن طريق بنوك أجنبية للخارج، لخارج مصر ممكن، لكن يعني أنا وفي تسريب مشهور جدا إن السيسي طلع لوحده حدود 20 مليار دولار، إنما تريليون و200 مليار أنا يعني مش يعني الرقم ضخم جدا الحقيقة، لكن ربما يكون للدكتور محمود مصادره اللي احنا ما نعرفهاش الحقيقة. السؤال أين ذهبت حتى لو هي 400 مليار دولار؟ ده سؤال بقى تاني كويس جدا. انت بتقول لي أين ذهبت لما أنا أخذ كل استثمارات الحكومة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة بخطوط القطارات الجديدة بشبكة سيمنز للكهرباء اللي اتعملت في البلد، دولت كلهم عمرهم أصلا ما يجيبوا 100 مليار دولار. يعني الحكومة نفسها بتقول إن كل العاصمة الجديدة، كل العاصمة الإدارية بالكامل لن يتجاوز الإنفاق فيها 200 مليار دولار، والحكومة قالت إن ال 200 مليار دولار كمان مش من جيوبنا ولا من الموازنة العامة للدولة، وهتجيلهم عن طريق بيع الأراضي اللي هم أصلا قانونا ودستوريا مش من حقه أصلا إن هو يعمل لها جيب خاص أو صندوق خاص ويحط فيها الأموال دي، لأن دي مش أموال لا الجيش ولا الشعب، دي أموال الدولة أو أراضي الدولة المفروض تخش في موازنة الدولة ويتم الإنفاق منها في الدولة. فال 169 مليار دولار اللي هم الفرق بقى، لما تقول السيسي خد تقريبا الحكومة كانت مديونة ب 47 مليار دولار ووصلنا دلوقتي في حدود قرابة 169 مليار دولار، فأنت بتتكلم في الفرق بين الاثنين قرابة مثلا 120 مليار دولار كإجمالي. يعني ال 120 مليار دولار دولت للأسف الشديد لو جيت تجمعهم كلهم مش هتوصل لرقم معين. يعني احنا عندنا أرقام يا أستاذ محمد مش واضحة لنا تماما ولا نعلم عنها شيء أصلا. يعني انت كل موضوع زي سيمنز كلف قرابة 10 مليار يورو تقريبا، الإنفاق على العاصمة الإدارية حتى هذه اللحظة يمكن ما تجاوز مثلا عمره ما هيتجاوز 30 مليار دولار. كل دي أرقام تخمينات مننا، توقعات مننا، احنا ما فيش عندنا حد في مصر تحاسب انتوا دخلكوا كام صرفتوا كام، كل ده للأسف ما عندناش أي إحصاءات لها. فعلشان كده ممكن بقى كلنا عمالين نعطي في توقعات، لكن اللي احنا شفناه بعنينا ان الدولار تجاوز الحدود في مصر، معناه ان تم نهبل الدولار، لان لو الدولار ده قعد في مصر كان المفروض عمر الجنيه المصري ما ينهار لهذا الانهيار. لكن معنى الكلام ده ان الانهيار اللي حدث في الجنيه معناه ان الدولارات اللي دخلت من مصر تم تهريبها بره مصر، خرجت من مصر. خروج الدولارات بره مصر هو اللي وقعنا في أزمة الجنيه، وهو إنقاذ أو إن هو نزل سعر الدولار من 70 جنيه ل50 جنيه أو ل49 جنيه سميه ما شئت، هو أمر مؤقت، أمر وقتي ومش هيحل الأزمة، والدولار سيصعد مرة تانية في مصر، سيصعد وسيتجاوز 100 جنيه بمراحل في مصر طالما هذه الحكومة لم تنظر إلى قضية الإنتاج الأساسية في القطاعات الإنتاجية الأساسية في الصناعة والزراعة بصفة مؤثرة جدا في حجم صادرات مصر. فعلشان كده احنا عارفين كويس قوي ان اللي تم ده امر مؤقت، وجه اصلا لإنقاذ مصر نتيجة سقوط مصر فيما يحدث في غزة، ونتيجة خوف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من انفجار الوضع في مصر. احنا عدنا فترة طويلة جدا صندوق النقد مش راضي يديك القرض، ولا الدول الخليج راضية تديك أي مساعدات، وبمجرد ما حدثت حرب غزة فوق الغرب وأمريكا وأوروبا على وجه التحديد إنه ممكن جدا ينفجر الوضع في مصر، ممكن مصريين يبدأوا في الخروج من مصر أو يطلعوا على طب معلش يا دكتور، عشان حضرتك قلت جملة كده وأنا مش عايز أعديها، يعني قلت الدولار هيوصل لمية هيعدي المية، حضرتك قلت دلوقتي كده طالما ما يعني طالما الدولة مش باصة للإنتاج، نعم يعني طالما الدولة مش باصة للإنتاج ده وجهة نظر حضرتك، الدولار هيوصل ل 100 جنيه.
يعني ممكن حد هنا يقول لك طيب كيف ترى تأثير قطع الكهرباء بشكل منتظم على عملية الإنتاج؟ سيبك بقى من الناس اللي مش عارفة تطلع الدور الـ15 أو اللي بيستنى الأسانسير أو اللي راجع من بيته زعلان، هنتكلم على المصانع. هل تعتقد أن اللي اتخذ قرار قطع الكهرباء هل ده شخص أو دي منظومة بتنظر إلى الإنتاج؟ هو ده كله من تبعات أزمة الدولار. هو الفكرة إيه؟ إيه أزمة الدولار؟ هو بيطلع كم من قطع الكهرباء يعني؟ ما هو بيطلع أو بياخد الغاز ده اللي بيشغل عشان يصدره لأوروبا عشان يجيب دولار. طب عشان يجيب دولار. طب ما هو بيقطع عن الإنتاج في البلد، بيقطع عنه ساعتين ونص كهرباء. أيوة، ما هو هو الآن هو أنت مفكر هو حاسس باللي أنت بتقول عليه ده؟ يعني أنت دلوقتي البضاعة اللي جت في المينا اللي كان منها مواد خام وقطع غيار للمصانع للشركات وماكينات وأجهزة أجهزة من الناحية الطبية، كل ده منعوا يخش مصر أصلا. وأنا سألت بعض المستوردين قالوا لي يا ابني احنا أصلا دافعين الجمارك عليها أصلا، والجمارك هي التي تلكأت أصلا في الإفراج عنها. هو تلكأ في الإفراج عن السلع دي اللي هي هتأثر على الإنتاج اللي حضرتك بتتكلم وخايف عليه، إمعانا عشان ده ما يعملش دورة إنتاجية أخرى ويطلب بعض المواد أخرى ويرفع سعر الدولار مرة تانية. فهو عمل دي بالمقام الأول علشان يحد من الطلب على الدولار. فالبضاعة التي تكدست في الموانئ، هو أصلا يا أستاذ محمد ما فيش بضاعة توصل للمينة في مصر اللي أنت كنت دافع ثمنها أصلا قبل كده. يعني أنت لما بتيجي تستورد بضاعة من مصر، خليني أقول إن أنا رحت اشتري مثلا بناطيل من الصين، لهم احد طريقتين اثنين. الطريقه الاولى بفتح اعتماد مستندي قبل ما الراجل يبدا يبعت لي البناطيل دي. مجرد ما الراجل بيحط البضاعه على المركب بيبعت لي المستندات على البنك اللي هي مستندات الشحن جايه لي من طقم السفينه او بوليصه الشحن مباشرة. أنا بقول لبتاع الاعتماد في البنك بتاعي حول الفلوس للمستورد لحد ما البضاعة تجي للمينة. البضاعة لما جت لك المينة أنت أوريدي دفعت ثمنها، فلما أنت دفعت ثمنها المفروض أدخلها جوه، كدسوا هم البضاعة. في بعض الطرق التانية إن ممكن أديك تسهيل، أنا راجل مثلا بستورد بناطيل من الصين والناس عارفين بتوع الصين، فيقول لي يا مصطفى خلاص يا ابني احنا هنديك تسهيل لمدة 3 شهور لمدة 4 شهور. فالبضاعة جت في المينا وأنا هدفع ثمنها، البضاعة أصلا ما عرفتش أطلعها من المينا وقعدت الفترة دي كلها عشان أقل في الطلب على الدولار. فاللي عمل السياسات دي كان هو قاصد وعن عمد أنه يخفض الطلب على الدولار عشان الدولار ما يقفزش ويتجاوز 70 جنيه بمراحل. وده اللي أنا قلت لحضرتك عليه، أن اللي أنت عملته الآن في مصر مسكر. يعني أنت ممكن بتقول لي يا مصطفى دلوقتي فين الفلوس بتاع رأس الحكمة وفين الفلوس الأخرى اللي جات؟ الفلوس دي كلها يا أستاذ محمد للأسف للأسف الشديد السنة دي هيذهبوا ليس إلى استثمار جديد، ليس إلى قيمة مضافة، ليس إلى مصانع جديدة، ليس إلى أراضي زراعية جديدة. أمال يا ابني هم رايحين فين؟ رايحين يسدوا الديون. طب وانت عرفت منين يا مصطفى الكلام ده؟ عرفت ببساطة جدا ان انت عندك رقم مهم جدا اللي هو الاحتياط من النقد الاجنبي. الاحتياط من النقد الاجنبي في مصر زاد تقريبا دلوقتي في حدود 4-5 مليار دولار، يعني وصلنا تقريبا ل 40 مليار دولار. وانت كانت المديونية عليك السنة دي في 2024 قرابة 49 مليار دولار. فما دام الاحتياط من النقد الاجنبي ما انخفضش، معناها ان الفلوس اللي جايه لك كلها هتروح تسد بها اقساط. هو الامارات هتجيب لك الخمسة مليار دولار هتوديها البنك المركزي، البنك المركزي ياخدها يحطها في جيبه جوه ويقول للامارات الدولار بكام يا حضرات؟ بـ50 جنيه، اضرب 5 × 50 ادي 250 مليار جنيه، اتفضلوا اعملوا مشروعكم او انتوا اشتريتوا راس الحكمه زي ما يكون. بس ده كله للاسف الشديد مكبل ايدي البنك المركزي. معلش مش هياخد الخمسة مليار يفتح مصر. معلش يا مستر معلش، يعني خلينا بس ايه، مش احنا اتفقنا كده انه التعريف الاولي او البدائي او الاولاني لعلم الاقتصاد هو ادارة حاجات موارد محدودة مع حاجات غير محدودة، مش كده يا فندم؟ صح؟ رائع جدا، رائع. ده انا بقول لك، ده انا مذاكر لك
انا بقدرك. ما شاء الله يا استاذ محمد. بص يا دكتور، انت دلوقتي حط نفسك لا قدر الله مكان السيسي، وجات لك 5 مليار او 10 مليار دولار، عندك شويه مصارف تودي فيها الفلوس دي. واحد، عندك الافراج عن السلع اللي في المواني. اثنين، عندك الناس اللي هي شركات البترول اللي ليها عندك فلوس. ثلاثه، عندك فوائد الديون وقساط الديون. اربعه، عندك انك يعني عندك 30 حته. كان ما هو المفترض اهو، نرجع بقى تاني، موارد محدوده وحاجات غير محدوده، سوري موارد محدوده سوري وحاجات غير محدوده، صح كده؟ طيب اديرها ازاي بقى العمليه دي؟ عشان كده طلع الراجل بتاع الكهرباء قال لك، قالوا له فين راس الفلوس راس الحكمه؟ قال ما هي راحت زي الشوكولاته بتاع سعد حسني، راحت مطرح ما راحت، راحت في الافراج عن السلع. ماذا تفعل لو كنت مكانه؟ انت حطيتني في العقده. لا ما حطيتكش في حته، انت مكانك، انت في مكانك، انا بسالك اهو. لا ما هو انت دلوقتي، ما ده اللي حصل مع الرئيس مرسي. ايه بقى؟ جه الرئيس مرسي قالوا تعالى احنا مديونين لشركه البترول، شركات البترول اللي بتنقب ب 3 مليار دولار. ايوه. وجاله محافظ البنك المركزي قال له يا سياده الرئيس انا ما عندنيش اي نقد اجنبي جوه البنك المركزي. ايوه، مع انه كان عنده 36 مليار. كان عنده 9 مليار، كان عنده 36 انخفضوا. ايوه. 36 خلال الثوره نزلوا من تقريبا 18. بس كان عنده وديعه حرب الخليج اللي كان حاططها الرئيس مبارك وكان مخليها اللي هي 9 مليار وربع، يعني لابد ان احنا نقطع للراجل حقه. طبعا. السؤال دلوقتي انت كسيسي ونظامه، مين اللي وصلني للمديونيه الضخمه اللي انت وصلت فيها دي؟ انتوا اللي حطيتونا في الوضع ده. طيب انت جيت قلت يا مصطفى تعالى حل الازمه، انا هفشل بكره. واي حد هيجي هيفشل. لكن لو انت جيت قلت لي طب انا اعمل ايه دلوقتي بقى؟ انت بتقول لي خد ال 5 مليار، هقول لك وقف العاصمه الان. وقف الانفاق على اي مشروع استهلاكي في مصر. رايح تعمل لي العالمين الجديده، رايح تعمل لي راس الحكمه. لو انا كنت خدت الفلوس دي من الامارات وقلت يا امارات تعالى عندنا في العاصمه، روح اشتري في العاصمه عندنا، بدل ما انا اروح لراس الحكمه والامارات هتاخد جزء من ارباحي بالدولار وتحولها لبلدها، كنت انا لا خدت ال 10 مليار دولار دولت وجيت على المصانع بتاعتي اللي مقفوله. تعالى يا ابني مصنع غزل شبين، مصنع غزل شبين كم محتاج كام؟ مصنع غزل المحله محتاج كام؟ مصنع الحديد والصلب محتاج كام؟ طب والسلع، طب والسلع يا دكتور، السلع اللي في المواني اللي هو لازم يدفع عليها فلوس. ما هو مش هيدفع عليها فلوس يا استاذ محمد. ما هو قال كده، ما هو متحدث وزاره الكهرباء قال لمدام لميس ام حواجب، قال لها انه السبب في ان احنا دفعنا افراجنا عن السلع اللي في المواني. ماشي، ايوه، ما انت اللي عملت لي الازمه دي اصلا. خلاص احنا في الازمه بقى، ما تقوليش مين اللي عملها. انت في الازمه بقى، انت جاي تقول لي يا مصطفى تعالى حته. انا عايزك هنا بصراحه، انا عايز احرجك انت. ماشي، انت بتحرجني دلوقتي. ايوه بتقول لي يا ابني خش بقى حل الازمه. ايوه، اول حل هعمله. ما احنا ما نقعدش بقى نعمل بقى حكام كره قدم وسايبين الملعب، ما احنا نحكم. انت دلوقتي جات لك فلوس الامارات، انت مكان وزير الماليه احمد معيط، وجات لك فلوس الامارات وعندك مواني سلع في المواني وعندك شركات بترول وعندك ديون وعندك، هتعمل ايه؟ كنت هتعمل ايه؟ طيب انا هقول لك اعمل ايه. انا اللي هعمله يا استاذ محمد هطلب تسهيل اكبر. يعني انا حاجه دلوقتي يا استاذ محمد على الدول الدائنه ليا في مصر، احنا كان المفروض ندفع 49 مليار دولار. ايوه. هروح اعمل زي مبارك عمل كده في سنه 86. هروح اطلب، هقعد قاعده كده مع الدائنين بتوعي اللي احنا بنسميها نادي باريس، وعندي حاجه تانية اسمها نادي لندن، عن طريق التفاوض مع صندوق النقد الدولي. بقول له يا صندوق النقد انا عايز اجتماع في نادي باريس، عايز اجتمع مع كل الدول الدائنه، وبطلب منك يا صندوق تمهلني 3 سنوات. 3 سنين مش هسد فيها لا فايده ولا اقساط، وتعطيني فتره عشان استطيع ان انا اسد الفلوس بتاعتي، وابدا اخد الفلوس اللي جات لي من الامارات، او اروح اخد قروض جديده، واعمل ضخ لكل البنيه الصناعيه اللي عندك في مصر، سواء بقى مصانع رخام، مصانع سيراميك، مصانع اسمنت، مصانع حديد وصلب، مصانع غزل ونسيج، كل الصناعات اللي مصر محتاجاها اقدر اضخ 20 او 30 مليار دولار داخل الاقتصاد عشان انعش البنيه الصناعيه في مصر.
ودي احنا عندنا نظريه في الاقتصاد بنسميها نظريه الدفع القويه. الدفع القويه ان انا هاجي على القطاعات الاساسيه المحركه للاقتصاد وضخ فيها كميه اموال ضخمه جدا عشان تبقى هي قاطره الاقتصاد في مصر. انما انت جيت دلوقتي حطيت الفلوس كلها في العاصمه الاداريه الجديده وفي العالمين لا وفي صناديق خاصه. والصناديق الخاصه هي جزء من اللي حصله من المصريين، سواء بقى عن طريق الكارته، عن طريق الضرائب، عن طريق زياده الرسوم، دي كل الصناديق الخاصه دي بالكامل اللي انت حصلتها، ده من الاسباب اللي عملت لحاله الكساد في الاقتصاد في مصر. لان انا لما رفعت عليك الضرائب، يعني الناس بتبعت لي يا استاذ محمد بتقول لي يا مصطفى احنا تقريبا بنصرف يا ابني من 13 ل 15 الف جنيه في الشهر. لما يكون انا راجل معاشي 3000 جنيه او 5000 جنيه او 7000 جنيه وانا مش قادر اصرف، ما هو انت قللت الطلب الاقتصادي بيا. يعني انا مثلا لو كان دخلي 10000 جنيه وكنت اقدر اعيش كويس، هروح اجيب احذيه لاولادي، هجيب ملابس لاولادي، هاكل اولادي، هفسحهم، هروح لدكتور، هروح للصيدليه اجيب دواء، هقدر. كل هذه النفقات بتحرك الاقتصاد الكلي اللي احنا بنسميه في الاقتصاد الطلب الكلي. لكن انت لما غليت الاسعار بدات تعمل انكماش في طلب الناس، بدات تعمل ركود في الاقتصاد، فاصبح كتير جدا من المصانع او من الشركات يا اما هيقفل، يا اما مبيعاته قلت، يا اما ارباحه قلت، يا اما بدل ما انا بشغل 20 عامل هشغل 10 عمال. فانت بتقول لي يا مصطفى خش يا ابني بقى حل الازمه، انا بقول لك ده التصور عندي ان انا هروح اطلب من صندوق النقد الدولي اجتماع، هقول لهم يا حضرات احنا بنطلب منكم اعفاء جزء من الديون ثلاث سنين وكل الاموال اللي داخله في مصر هضخها ضخ جديد. طيب. بس ده له شرط واحد يا استاذ محمد، شرط سياسي، ان انا لازم احاسبك. ما هو انت ما تجيش تاخد الموضوع وافاجئ ان ضخ الاموال ده تم سرقته مثلا. فيبقى في عنصر مهم جدا في الاقتصاد ان يكون في شيء من الرقابه او الشفافيه على الانفاق. اذا انت ما عندكش رقابه وشفافيه على الانفاق وتم سرقه الاموال ونهب الاموال، يبقى احنا ما عملناش حاجه. طيب. والحل بتاعنا ليس له اي جدوى طالما لا يوجد عندك اطار للمحاسبه داخل الاقتصاد، اطار من الشفافيه داخل الاقتصاد، يبقى انت مش هتقدر تقيس حتى مظبوط رايح فين وجاي منين. هل مثلا انا حليت ازمه الحديد والصلب في مصر؟ هل مثلا انا حليت ازمه مثلا سكك الحديد في مصر؟ هل مثلا انا حليت ازمه المستشفيات في مصر؟ انا احد الاساتذه الاطباء في امريكا بيروح في مصر يعمل دورات في المستشفيات ويعلم الاطباء المصريين. قال لي يا مصطفى لا يمكن يا ابني تشوف حال المستشفيات في مصر الان، حال مزري تماما. وانت خلي بالك انا من 92 في عهد مبارك لما بدانا ان احنا نلغي العلاج للمصريين، من 92 للنهارده انت بتتكلم في قرابه 32 سنه الانفاق على قطاع الصحه كل سنه بينخفض مع انخفاض الاسعار، فقطاع الصحه اصبح منهار في مصر. طيب. واصبح القطاع الصحي ما هو الا القطاع الخاص، مستشفيات القطاع الخاص او الاطباء، والاطباء خلاص وصلت لمرحله انه قدرته على التحمل وصل لاقصاها، ومستشفيات القطاع الخاص ممكن تنتج وتبدع بس هتلبي فئه معينه. لكن انا لو راجل فقير دلوقتي ومرتبي 2000 جنيه وجه ابني تعب وهروح للدكتور كشف الطبيب يبقى ب 150 جنيه، حاول يا ابني اصبر عليا، مش ممكن فعلا ما يعالجش طيب. اولاده علشان الوضع الصحي المنهار. فده كله يا استاذ محمد انت محتاج انفاق استثماري ضخم للقطاعات دي. وان كنت انا بفضل دائما ان لو كانت الحكومه هم سايبين لي الموضوع وسايبين لي انا كقطاع خاص ان انا اتحرك، كان ممكن جدا القطاع الخاص لبى كل القطاعات دي وانتج وحرك الاقتصاد. لكن للاسف الشديد احنا هنوصل او هنفضل قاعدين في عنق الزجاجه دي لفتره طويله، لان لن يمكن في الفتره القصيره الاجل اللي هي 3 سنين اللي جايه، لن يمكن لنا ان نقلل الفجوه بين الصادرات والواردات في مصر. وهذه الفجوه ستتفاقم لان انا عندي عنصر استهلاكي اصبح مغذي الطلب في مصر. هذه الفجوه نتيجه الطلب الاغنياء في مصر
او الطبقات المرتفعه بتزود الاستهلاك، فبتزود الطلب على الدولار، فلما بيزود الطلب على الدولار حتما حتما سيرتفع سعر الدولار مره اخرى في مصر. طيب دكتور نرجع ايوه لسعر الدولار بقى. انا شفت لما التعويم الاخير ده اللي هو كان قريب ده، شفت لقاء على شاشه احدى القنوات للاستاذ محمد الاتربي اللي هو رئيس مجلس اداره بنك مصر او حاجه زي كده، او البنك الاهلي لا اتذكر، هو بس هو رئيس مجلس اداره بنك يعني، كان طالع يقول انه ستختفي السوق السوداء او السوق الموازيه يعني، وكان بيقول انه التعويم الاخير ده هو هيحل المشكله كلها. ونزل الدولار فعلا، ثم دلوقتي وصل 49 وحاجات يعني تقريبا 50. السؤال بقى، هل اختفت السوق السوداء فعلا؟ وهل فعلا التعويم الاخير ده حل المشكله؟ وهل ممكن يعوم تاني، ولا التعويم الاخير ده كان الاخير خلاص؟ طيب ده سؤال رائع جدا. انا دايما كده، رائع جدا يا استاذ محمد، انا دايما كده. اولا التعويم الاخير او التعويم اللي تم من فتره بسيطه لن يكون الاخير، وستضطر مصر مره اخرى الى تعويمات اخرى. هذه التعويمات علميا المفروض تاخد في مصر من 7 إلى 10 سنين. يعني الضغط في الطلب عندي على الواردات بيضغط في الطلب على العملة، عادة تستغرق 7 سنين عشان يتم تعويم آخر. في عهد السيسي نتيجة تهريب الدولار من مصر تم التعويم من 2016 ل 2024. 2016 كنا في أواخرها، في 3 نوفمبر 2016، عمل 4 تعويمات. فيبقى معنى السيسي كده، معنى كده اقتصاديا، ان الضغط على الدولار في مصر مرتفع جدا للغاية. يا إما والله بقى ممكن تقول لي والله يا مصطفى الضغط ده ناتج عن تهريب الدولار، نتيجة عن سرقة الدولار، نتيجة الطلب الاستهلاكي على الدولار داخل الاقتصاد في مصر، نتيجة ارتفاع سعر الفايدة في مصر، دي كلها أسباب بتؤدي إلى ارتفاع في الطلب على الدولار. السؤال للأستاذ المحترم الأستاذ الإتريبي أهو 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 ثاني لحظة واحدة عشان بس، ده كان في شهر مارس أهو 7 مارس رئيس بنك مصر، السوق السوداء انتهت بغير رجعة. لا، السوق السوداء ستعود في مصر وستعود مرة أخرى. أنت كل اللي أنت عملته الآن عملت تسكين، أنت دخلتني الغرفة المرضى وحطيت لي محاليل طبية عشان تقويني صحيا لمدة 6 شهور لمدة سنة، ثم بعد هذه السنة هنيجي مرة تانية نلاقي أن الصادرات أقل من الواردات. الصادرات في مصر كان رئيس الوزراء قال 52 مليار دولار، قرأت بعض التصريحات أنها لم تتجاوز 40 مليار دولار، فأنت بتتكلم على فرق 12 مليار دولار. وهو لما لم يوفر الدولار للمستوردين انخفضت الواردات المصرية. الواردات المصرية في قرابة 90 مليار دولار، قول هو قدر يكمشها في حدود 15 مليار دولار، يعني حضرتك بتتكلم على ان الواردات قرابة 70-75، والصادرات المصرية في حدود 40 على احسن تقدير كما تقول الحكومة 52 مليار دولار. فانا بطرح ال 52 من ال 70 مليار دولار، الفرق ده من 18 ل 20 مليار دولار، فضلا على الاحتياجات الاخرى اللي انا محتاجها في مصر لسداد الديون. فأنت هذا الضغط هيستمر معاك لفترة على الأقل لثلاث سنوات. فأنا أقدر أقول لحضرتك أن التعويم الذي تم منذ شهرين تقريبا لن يكون الأخير، وأن استقرار سعر الدولار في مصر لن يستقر على سعر 49 جنيه بل سيتجاوز هذا السعر، وأن الاحتياطيات من الدولار في مصر سيتم الضغط عليها مرة أخرى. كل هذه الأسباب، حط بقى شرطين اتنين مهمين جدا. طالما هذه الحكومة لم تغير استراتيجيتها التنموية من ناحية الصناعة والزراعة، وإن الحكومة الآن إذا هي مشيت فضلت ماشية في قضية إن إحنا هنعمل عمارات ونعمل العاصمة الإدارية الجديدة ونعمل العالمين ونعمل رأس الحكمة، إذا أنت فضلت ماشي على هذه السياسة اقتصاديا حتما وقولا واحدا من المرجح تماما أن الجنيه في مصر لن يستقر وسيرتفع الدولار مرة أخرى وستزداد المديونية ويزداد سعر الدولار مرة تانية.
ده كان يعني في حد كان في حد بعت يقول لي اسأل الدكتور قول له هل الدولار هيزيد ولا لا، يعني فحضرتك جاوبت كده على السؤال، انت متأكد الدولار خلال الست شهور اللي جايه، الست شهور اللي جايه على الاقل لن يزيد سعر الدولار، لن يزيد سعر الدولار خلال ست شهور؟ لن يزيد سعر الدولار خلال ست شهور. ليه؟ لان انا فوجئت ان دخل مصر قرابه 20 مليار دولار رؤوس اموال ساخنه مره تانية. هاي ورؤوس الاموال الساخنه دخلت عملت استثمار او شراء في اذون الخزانه الثلاث شهور والست شهور. فاللي خد قرار سواء الدول او الافراد اللي راح يشتري اذون الخزانه المصريه اللي بتدفع له 27% فايده او 28 فايده في بعضهم، اللي بيدفع له 28% عايز يضمن الفلوس دي تطلع له مره ثانيه، يحول فلوسه زائد الفوائد. ده مطمئن ان في ثبات نسبي في سعر الدولار من 3 شهور لست شهور. عشان شروا اذون الخزانه، عشان شراء اذون الخزانه، عشان اما اجي احول فلوسي لو الحكومه رفعت سعر الدولار ل 60 جنيه مثلا، الناس دي هيتخرب بيوتها والناس دي عمرها ما هتيجي بلدك تاني اصلا. وعلشان كده اصلا لما بدا الدولار يكون له سعرين كل رؤوس الاموال الساخنه خرجت من مصر، خرج من مصر قرابه 21 مليار دولار قبل كده، قبل فتره الكورونا. فببساطه جدا استقرار الدولار هو استقرار نسبي لمدة ست شهور على الأقل. الناس اللي هي عمالة تقول لك احنا خسرنا فلوسها، احنا اشترينا الدولار وانت قلت ان انت وصيت ان الدولار سيرتفع والذهب سيرتفع، الناس مفكرة قرار الاستثماري اللي انا رايح اعمل قرار استثماري اشتري ذهب او اشتري دولار هو في دماغه ان خلال اسبوع هيكسب، او هو هينام بالليل هيلاقي الدولار بقى 100 جنيه كسبت الحمد لله بيع يا ابن بكره حققت ارباح. طبعا ما ينفعش انك انت تاخد قرار استثماري بهذا الامر. قرار استثماري لازم يكون مثلا ليك فتره زمنيه، خاصه مثلا في الذهب. الذهب الان بيحقق قرابه 17% من 17% سنويا ارتفاع في الاسعار. انا بكلمك للمقيم داخل امريكا او مقيم داخل اوروبا، الاسعار العالميه للذهب بتزيد كل سنه في قرابه 17% او 18%. الذهب خلال ال 20 سنه اللي فاتوا زاد 400 ضعف عن الثمن بتاعه ولسه بحقق ارقام عاليه جدا. فما يجيش واحد يقول لي والله ده انا اشتريت الذهب ب 2300 جنيه او ب 3000 جنيه وبعدين السعر نزل 100 جنيه او 200 جنيه. انت لو خايف كده وما عندكش فهم في السوق ما انصحكش ابدا تروح للسوق زي كده. اللي راح اشترى دولار واشترى ب 70 جنيه ويقول لك ده انا خسرت، هو انت حقيقه الامر انت ما خسرتش، لان الوضع اللي في مصر الان لن يستمر كثيرا، والوضع هذا مؤقت لان للاسف الشديد الحكومه تسببت بسياستها بالضغط على الدولار. يعني وله اسباب كثيره، لما انا مثلا الاقي المصريين بتشتري الان، بشوف بعض الفيديوهات بلاقي تقريبا كل المنتجات اللي في امريكا وفي اوروبا اصبحت موجوده في مصر. ما هو المصري اللي بيشتري المنتج الاوروبي هو ببساطه جدا هو ببساطه بيزود الطلب على الدولار. لكن هاب ان احنا في مصر مثلا زي ما احنا عشنا وتربينا واحنا اولاد صغيرين، كان تقريبا كل افطارنا او غدانا او عشانا او لبسنا كان كله انتاج مصري، فما كنتش بضغط في الطلب على الدولار. علشان كده في عهد مبارك مثلا 30 سنه اللي عدوا مبارك، يمكن التعاون في عهد مبارك كله لم يتجاوز 3 مرات. فليه؟ لان كان عندك جزء مهم جدا من المكون المحلي بقدر استخدمه. كنا كلنا بنلبس نفس الأحذية من باتا، كلنا نفس الملابس كانت بتجيلنا، أصواف فستية مثلا في المحلة، الحديد والصلب عندك، الملابس موجودة عندك، قطع غزل كويس، فكان بعض الأغذية أدفينا وأها والكلام ده كله. بالإضافة للإنتاج الزراعي كان عندك جزء مهم جدا بقدر أغطي احتياجات المصريين، فده كله كان مساعد جدا اقتصاديا في تقليل الطلب على الاستيراد. مجرد ما انت فتحت باب الاستيراد على مصراعي، الان بقت الماركات كلها الاجنبيه اللي موجوده في امريكا اللي بيشتريها المواطن الامريكي اصبحت موجوده عند المصريين، وهذا مش عيب. لكن العيب ان انا مش اقدر ادبر لك الدولار واقدر اجيبه عشان اقدر اسد هذه الاموال. طيب لحظه يا دكتور، لحظه حتمية نتيجه عدم قدرتك على توفير الدولار لتوفير فاتوره الواردات.
طيب انا ليا صديق اقتصادي زي حضرتك يعني برضو ماجستير من امريكا في الاقتصاد، بيقول لي بمناسبه السؤال اللي سالته للدكتور مصطفى اللي هو لو انت مكانهم هتعمل ايه، بيقول لي اولا وثانيا وثالثا يجب ان تتوافر النيه والاراده في معالجه الوضع الاقتصادي، وهذا غير متوفر على الاطلاق في عصر السيسي. اثنين، جدلا هنفترض ان الاراده موجوده يبقى لازم يعمل الخطوات دي. واحد، إعادة تشغيل المصانع المتوقفة زي ما حضرتك قلت. اتنين، بالنسبة للبضائع اللي في الميناء يعمل حصر للمواد الأولية والخامات المطلوبة لتشغيل المصانع وإخراجها من الميناء. ده اللي كتبه الصديق الاقتصادي زي حضرتك، ده تقريبا نفس كلام حضرتك يعني. بس انت ما قلتليش انك انت حبيت تحرج مصطفى. ما هو شايف الحلقة، هو شايف ان انا احركتك يعني مش حبيت. طيب دكتور معلش انا عندي سؤال تاني، انا كمواطن بقى انا شفت في التعويم الاخير ده، التعويم الاخير البنوك طلعت شهادة بفايدة 30%، يعني يا ريت بيبو الله يخليك راجع ورايا لان انا ممكن في الحاجات 28%. لا انا شفت 30، انا شفت 30 بس انا في الارقام ضايع، ممكن يكون انا ضيعت الدنيا يعني، بس هو بيبو هيراجعنا دلوقتي. انا دلوقتي لما اكون مواطن، انا لما اكون صاحب مصنع وشايف ان البنوك بتدي 30%، طب ده اعمل مصنع ليه؟ ما اروح احط فلوسي في البنك وتطلع لي 30% من غير لا ضرائب ولا كهرباء ولا حاجات من دي. حاجه تانية بقى، فاكر شهاده قناه السويس كانت 18% تقريبا صح؟ كانت 12. طب دلوقتي انا الراجل انجلط، الراجل بتاع شهادة قناة السويس ده جات له جلطة لما يشوف دلوقتي شهادة زيها ب30 او ب28. اهي شفت. انا بقى بقول لك عيب يا دكتور، ارجع لي في الاقتصاد ان شاء الله. ده انا شارب الاقتصاد شرب. بنك مصر يطرح شهادة جديدة بفايدة 30%. هو صحيح على فكرة عشان للأمانة يعني الخبر ده هو وعاء التناقصي، يعني اول سنة 30 تاني سنة اقل، يعني انا فاكر الشهادة دي. دلوقتي انا ايه اللي يضمنني لو اشتريت الشهاده دي؟ يعني اول سؤال، انا ليه اعمل مصنع طالما في شهاده هي بتديني 30%؟ ده اول واحد. كده اموالي تروح البنوك ويبقى البنوك عندها اموال كتير جدا. اتنين، طب انا ايه اللي يضمن لي انهم ما يجوش بعد سنتين ثلاثه يجلطوني زي ما جلطوا بتوع القناه السويس كده ويطلعوا شهاده ب 40%؟ الوضع ده كيف ترى انت كاقتصادي بقى؟ طيب خلينا ناخد الحته الثانيه اللي هي ب 40%. ايوه. او ممكن يخلوا شهاده ب 45%. ما عملوها مش 12، مش كانت ايام كان 12 بقى دلوقتي 30. بالظبط. أيوه. بالظبط. هو اللي حاصل دي نقطه معقده شويه يا استاذ محمد، وانا بشكر حضرتك على السؤال الجميل ده ايضا. ما شكرتنيش من اول القعده حقيقه والله، حتى تعريف علم الاقتصاد اللي انا ابدعت فيه حضرتك ما شكرتنيش فيه خالص. والله سؤال رائع جدا. ماشي اتفضل. انت بص لتركيا الان، تركيا وصلت سعر الفايده ل 50%. اوف. سعر الفايده الان في تركيا 50%. في البنوك. في البنوك. علشان يقدر يعالج ازمه طلب الاتراك للدولار، فبدل ما تطلب الدولار اقول لك لا تعالى انا هديك وعاء تاني ب 50%. وحتى هذه اللحظة الإدارة في البنك المركزي التركي لم تستطع أنها تثبت سعر الليرة في تركيا. سعر الليرة في تركيا تقريبا دلوقتي آخر إحصاء أنا قريته الدولار الأمريكي بيساوي 32 ليرة تركية. فأنا بجري في المستقبل شوية ورحت البلد تانية اللي هي تركيا ووريتك أن هم طبقوا نفس السياسة بتاعتنا بتاع مصر، لأن نفس المدرسة واحدة، فرفعوا سعر الفايدة، ورفع سعر الفايدة ما حسنش الأمر، لأن التضخم في تركيا تقريبا آخر إحصاء قريته حدود 65%. فأي واحد حاطط فلوس في البنوك التركية بالليرة التركية سيحقق خسائر، خسائر دي عبارة عن 15% بحساب بسيط. طيب الراجل بقى اللي في مصر اللي حاطه ب 27%، هو إيه اللي بيحصل؟ 30% 30% 30% إيه اللي بيحصل؟ لما باجي اعمل تعويم في اي دوله مباشره لازم ارفع سعر الفايده. ليه؟ لان انا عايز اخليك انت كمواطن مصري في البيت معاك 1000 دولار تاخدهم تروح توديهم البنك
هنديك بدلهم 50,000 واقول لك حطهم عندي هتطلع لك 30%. فبقول له انا بعاقبك اللي هتعين الدولار في البيت، ال 1000 دولار بتوعك ام 50,000 جنيه، لو خليتهم في البيت انت خلال سنه هتخسر لك 30%. ال 50,000 لو وديتهم لنا احنا كحكومه هنرجعهم لك 30% على ال 50,000، يعني انت بتتكلم في حدود 15,000 جنيه هتاخدهم. كويس؟ فاحنا كسياسه من السياسات الاقتصاديه اللي بنتبعها، مجرد ما ابدا افكر في التعويم بيكون البنك المركزي المصري متفق مع صندوق النقد الدولي ان انا لازم ارفع الفايده. فبرفع الفايده ليه؟ عشان اجبرك انت كمواطن مصري ما تحتفظش بالدولار عندك او الذهب. اقول لك لا، تعال عندي، تعال عندي هات لي فلوسك الدولاريه دي وابدا حول وبعدين هديك فايده عليها. فانت مبسوط وسعيد جدا ان الحمد لله الحكومه عملت في حسابي، يعني انا لو حطيت 1,000,000 جنيه يا استاذ محمد هاخدهم 1,300,000، فانا يا اولاد بصرف على البيت بتاعي 20,000 جنيه في الشهر، فانا احط 1,000,000 جنيه هيدوني 300,000، فانا لو صرفت 30,000 جنيه حتى في الشهر او 20,000، 20 في 12 ب 240,000 جنيه هعيش ملك في بيتي، لا هروح شغل ولا هفتح مصنع ولا هفتح ورشه ولا غيره. ده كلام قد يبدو صحيح، لكن اللي مخفي بقى اللي الناس ما بيقولوهوش ان لما يكون البلد دي فيها غلاء في الاسعار المعدل المصري الحكومه بتقول قرابه 40%، معنى كده ان اي مواطن مصري حاطط فلوسه جوه البنك وبياخد 30% معناها انه بيخسر 10% من فلوسه. وده احد اساتذتنا العظام في الاقتصاد وهو جون ماينارد كينز، هو اول من قال لنا النقطه دي، قال ده بيحصل شيء من الخداع النقدي او بيسميه الوهم النقدي، ان احنا اقنعنا الناس ان احنا اديناكم فوائد وانتم مبسوطين بالفوائد اللي احنا بنديها لكم فضلا عنها حرام وربا، لكن انا من ناحيه تانية الفلوس بتاعتك بتتاكل نتيجه ارتفاع الاسعار اكثر من سعر الفايده. فعلشان كده احنا بنقول للناس ان خلي بالكم ان اللي هيحط فلوسه في البنك وب 30% نفس الكلام، وممكن نضرب امثله كثيره جدا، ممكن نضرب مثال مثلا بالراجل اللي حول فلوسه في مشروع قناه السويس في 2015 حول الفلوس على الدولار ب 8 جنيه وبعد لو حول 10,000 دولار ب 8 جنيه يعني 80,000، بعد ما عمل التعويم وصل الدولار ل 15 جنيه مثلا، يعني فوق ال 80,000 بتوعه عمرهم ما هيجيبوا ال 10,000 دولار بتوعه، يعني ال 10,000 هيبقوا 5,000 دولار، يعني الراجل خسر تقريبا نص فلوسه. فالقضيه مش بس في الفايده، القضيه الاخطر والاهم الان غلاء الاسعار او اللي احنا بنقوله في الاقتصاد الانفليشن التضخم. طالما عندك تضخم معدل مرتفع يفوق سعر الفايده في مصر، فبيعندنا معدل ما يعرف معادله فيشر او كلام فيشر اللي قاله، قال ان احنا عندنا ما يعرف بسعر الفايده الحقيقي اللي هو عباره عن معدل الفايده اللي البنك بيديها لي ناقص معدل التضخم، اللي هي عندنا احنا في مصر لو احنا قلنا الفايده 30% والتضخم 45 مثلا يبقى الخساره 15. الانكى من كده ان في احد علماء الاقتصاد الاخرين قال يا اولاد لا، ده التضخم في مصر مش 45%، ده التضخم في مصر 100%، ده الاسعار في مصر بتتضاعف تقريبا كل فتره. فقال بناء على حساباته ان هو حسب معدل التضخم في مصر ان التضخم في مصر 100%، قال معنى كده ان اي واحد هيحط فلوسه في البنك ال 30% اللي انت فرحان وواضح انك كسبان بهم هتلاقيك فوجئت انك خسران 70% من فلوسك. الكلام ده ممكن الناس، يعني الناس ببساطه جدا اللي كان شاري شقه مثلا ومتر الشقه مثلا ب 10,000 جنيه متر الشقه بقى ب 17، فزياده العقار اكثر من زياده الفايده اللي في البنك. اللي كان شاري الذهب ب 1000 جنيه والان سعر جرام الذهب الضاعف فوق ان هو كسب 100% نتيجه ان هو اشترى الذهب. فالاستثمار في البنوك، او انا اسف جدا لان ده ما يعتبرش استثمار من الناحيه الاقتصاديه، الادخار في البنوك او وضع الاموال في البنوك كوديعه في اي دوله، اي دوله زي تركيا زي مصر زي اليونان زي لبنان زي الارجنتين زي فنزويلا، كل هذه الدول
اللي فيها معدلات التضخم مرتفعة، أي مواطن هيضع أمواله سيحقق خسائر صافية، ولا ننصح له إن هو يستثمر في العملة المحلية في ظل ظروف ارتفاع التضخم، لأن الفلوس النقد أو الجنيه المصري اللي هو بيلعب بدوره as a store of value أو اللي هو حفظ القيمة، لا ننصح الناس أبدا في الوضع طيب. ده. عشان يا دكتور وقتي خلص بتسع دقايق، عندي سؤال واحد بس عايز في 30 ثانية، لأن أنا عديت تسع دقايق. بعض الناس بيسأل هل ممكن نحط الفلوس في سلع معمرة، ثلاجات، غسالات، تلفزيونات، لأنها بتغلى وما نعرفش هترخص ولا تغلى، هل دي ممكن تكون ده تفسير سليم تماما، لأن هو ايه هو سلع معمرة. نعم، ايه هو تماما؟ ان يشتري سلع معمرة ده فكرة كويسة جدا. هي السلع المعمرة او السيارة او التلاجة هو انعكاس للدولار اصلا. هو الراجل اللي بيبيع لك تلاجة ده هو بيضرب بثمن الدولار الجديد، فاللي اشترى تلاجة واللي اشترى غسالة ده في حد ذاته كسلعة معمرة أو اشترى سيارة هو أصلا انعكاس للدولار. فبنقول له أيوة اشتري، لو أنت في حاجة، لا بجهز بنتي، بجهز ابني، عايز اشتري له تلاجة، اشتري له سيارة، ده قرار سليم جدا في الوضع الحالي إنك أنت تقدر تشتري السلعة دي، على الأقل لن تحقق خسائر فيها وهيحصل فيها تزايد في الأسعار في الفترة المقبلة نتيجة عدم ثبات الدولار اللي أنا قلت حضرتك عليه على الأقل بعد 6 شهور. دكتور مصطفى شاهين، أنا كان نفسي الحوار يطول عن كده، اللي كان عندي أسئلة تانية، لكن احنا تجاوزنا الوقت ب 11 دقيقة، ودايما الحوارات معاك بتبقى لطيفة يا دكتور ودايما مثمرة، وشاكر جدا على سعة صدرك وعلى أنك أنت تحملت يعني أسئلتي اللي ربما بالعكس يعني. أنا حضرتك بتنقل أسئلة المشاهدين، أنا اللي بشكر حضرتك وبشكر كل المصريين، وإن إحنا يكون لنا رسالة مع الناس مع الظرف الراهن الصعب، إن إحنا ما ننساش بعضنا وإحنا يعني متكافلين مع بعض، سواء مسلمين ومسيحيين، الناس يعني تقف مع بعضها في الظرف الراهن ده يا أستاذ محمد. وأنا لعلم حضرتك أنا بكون في غاية السعادة لما تقول لي يا مصطفى تعالى، ببقى في غاية السعادة جدا ان احنا نوصل افكارنا للناس. واحنا كمان والله يا دكتور، تقول لي يا مصطفى احنا استفدنا من نصائح، يا رب يكون لنا رسالة يا استاذ محمد، ويا رب الناس تفتكرنا بعد كده بدعوة، ان يكون حد استفاد يبقى لنا دعوة، تبقى شيء قاعد لنا يا استاذ محمد. واحنا كمان بنبقى سعداء بوجود حضرتك معنا يا دكتور، جدا جدا، ودي حقيقة يعني. الله يحفظك يا استاذ، بشكرك جدا يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب، وكل أخ وأخت بتسمعنا الآن، للمصريين جميعا كل سنة وحضراتكم طيبين، والتوانسة والخليجيين ليه دكتور مصريين بس، وكل أنا آسف والله، ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك، كل عام وحضرتك طيب، أوروبا وأمريكا وكلهم وكل مكان في العالم، كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وحضرتك بخير يا دكتور. شاكر جدا لحضرتك، شاكر جدا، شاكر أوي. على كل حال ده يعني كان لقاء، وانا دايما لقاءاتي مع الدكتور مصطفى انا بحبها جدا، لانها الحقيقه انا ما فيش ضيف انا ما بحبوش بيجي البرنامج، واعتقد بيبان على الواحد قوي اذا كان مرتاح او مش مرتاح. الحمد لله الغالبيه العظمى الحمد لله الواحد بمرتاح. لعل وعسى نكون نقلنا لحضراتكم رساله واضحه وبحياد والله، بصرف النظر عن كراهيتنا للسيسي ونظامه، لكن احنا يهمنا الشعب المصري وأيضا الشعوب العربية. الحلقة خلصت، إلى أن نراكم غدا إن شاء الله، وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.